اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج جسور زي ما حضراتكم عارفين امبارح كان في حادثين ارهابيين استهدفوا جنود مصريين وظباط وظباط صف في كماين في شمال سيناء حتى الان الاعداد بتتراوح ما بين 31 ل 33 قتيل وعدد من المصابين والجرحى احصائيات بتقول 28 احصائيات بتقول 26 احصائيات بتقول اكتر امبارح بعد صلاة الجمعة عربية قربت من كمين طلبوا منها انها توقف هدت شوية ادت انطباع للعساكر انها هي ولكن لما قربت من الكمين راح سرعت زيادة وكانت عربية مفخخة حسب المعلومات المتوفرة لدينا لم تعلن تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الحادث ولكن طبعا اصابع الاتهام بتشير لانصار بيت المقدس اللي متخصصين في هذا النوع من العمليات الارهابية في سيناء امبارح كمان عقب الانفجار وبعد واثناء ما سياره الاسعافات كانت بتخلي الجرحى كان تم برضو اطلاق استهدافهم وفي نفس المكان استهدافهم بالار بي جي وبالهون وده ادى ان عدد القتلى زاد فعلا واستشهد عدد كبير من الناس. الرئيس السيسي عز الشعب اتعمل اجتماعين اجتماع امبارح بعد الحادثه على طول واجتماع النهارده الصبح باكر وبعد الاجتماعات الرئيس السيسي خرج ووجه كلمة للأمة ظهر النهاردة السبت خلونا نشوف هذا المقطع من هذه الكلمة ونعود لحضراتكم مرة أخرى بوجه التعزية لكل المصريين وللجيش على الشهداء اللي سقطوا امبارح بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف اللي المقصوده بيه العمليه اللي اتعملت ديت هقول لكم في الاول ان العمليه ديت ورا منها دعم خارجي في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العمليه ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده طب ليه الكلام ده بيتعمل عشان خلي بالكو وكلام الكل المصريين الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش ويكسر جيش مصر باعتباره العمود عمود مصر هو أنتوا يا مصريين ناويين تنجحوا؟ هو أنتوا يا مصريين ناويين ترجعوا الدولة مرة تانية؟ وانتم بتتحركوا في كل الاتجاهات وتحققوا نجاح في كل حاجه لا مش مطلوب ان مصر تنجح انا بكلمكم يا كل المصريين انتبهوا انتبهوا لما يحاك لنا انتبهوا لما يحاك لنا المقطع اللي حضراتكم شفتوه من كلمة الرئيس السيسي ده مقطع مختصر لكلمة أطول قليلا حوالي سبعة أو ثمان دقايق ألقاها الرئيس السيسي بعد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته بكل رئاسة الأركان في جلسة طارئة ثانية زي ما قلنا فجر اليوم النهارده الصبح برئاسة طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المجلس بدأ بوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وتابعوا توصيات مجلس الدفاع الوطني اللي انعقد امس سينا دلوقتي اعلنوا فيها حاله الطوارئ في مناطق مشار اليها في قرار جمهوري سابق تم تكليف لجنه من كبار قاده القوات المسلحه لدراسه ملابسات الاحداث الارهابيه الاخيره واستخلاص الدروس المستفاده تم عقد جلسه مشتركه مع قيادات هيئه الشرطه المدنيه المجلس اكد عزمه على استئصال الارهاب الغاشم من هذه البقعه الغاليه من ارض مصر المجلس قال ان هذه الاعمال الارهابيه لن تزيد مصر بشعبها وجيشها الا اصرارا على اقتلاع جذور الارهاب في نهايه الجلسه تصدق على خطه القوات المسلحه لمجابهه الارهاب في سيناء وقدم المجلس تعازيه للشعب المصري في شهداء الابرار زي ما حضراتكم عارفين ده يمكن ثالث حدث كبير يحصل في سيناء في خلال سنتين ورابع حدث يحصل في مصر بصفه عامه لو اضفنا ليه احداث الوادي الجديد خلينا نشوف هذا التقرير اللي عملته جريده الوطن عن بالتواريخ والارقام سينا هنا يذبح الارهابيون مجندي مصر تقرير صغير حوالي دقيقه او نص نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مره تانية شفتم دول 13 حتى استعرضتهم جريدة الوطن حصلوا خلال الأعوام السابقة بداية من 19 يوليو 2012 يعني فعلا حوالي سنتين لغاية امبارح 24 أكتوبر 2014 أحداث كلها في سينا 13 حدث جايباهم الجريدة ومنهم حدثين يعني بالغي الضخامة والجحافة الحدث نفسه من ضمن اللي توفوا كان مجند اسمه كيرولوس هذا المجند كان كاتب على الفيسبوك فاضل لي 49 يوم ميري وتبدا حياه الحريه يا رب هون بعض الاحلام بسيطه لكنها مستحيله دي كانت اخر كلمات الشهيد كيرلس فاضل حليم في حسابه على الفيسبوك قبل سقوطه في الهجمات الارهابيه كيرلس من مواليد 91 وتخرج في كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه العام الماضي ده كان خبر من جريده المصري اليوم عن احد الشهداء اللي هم حتى الان الاعداد تتراوح ما بين 31 ل 33 طبعا جهات مختلفه كانت بتنعي وبتعزي وتم اعلان الحداد ثلاث ايام في مصر. مجلس كنائس مصر يدين حادث شمال سيناء وبيقول نصلي لحمايه مصر ادان بشده ده المصطلح اللي استخدم الحادث الارهابي الذي وقع بشمال سيناء واعرب عن خالص تعزيه لاسر ضحايا الحادث الاليم. القص بشوي حلمي أمين عام مجلس كنائس مصر في بيان أصدره السبت قال ننعي بمزيد من الحزن شهداء الوطن في حادث العريش الغادر ونتوجه بالعزاء لأسر الضحايا نتمنى الشفاء للمصابين ونصلي أن يحمي بلدنا الغالية من يد الإرهاب والشر الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر برضو أصدر بيان باسم الطائفة وادان بشده برضو الهجمات الارهابيه اللي حصلت في شمال سيناء وقال الدكتور البياضي بكل الم واسى تفقد مصرنا الحبيبه عددا ليس بقليل من قتلى وجرحى على ارض سيناء الحبيبه وقال نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتخذ كل اجراء ممكن ليحمي شعبه وارضه دعاؤنا لله العلي ان يحمي مصرنا ويرد عنا اعدائنا ويتوقف هذا الارهاب الاسود ولنتجه بقلب رجل واحد دفاعا عن أرضنا وتنمية مصرنا طبعا زي ما حضراتكم الحدث دوة يمكن تاني أو تالت حادثة كبيرة عفوا في أقل من سنتين بتحصل في سينا تحديدا بيثير مجموعة من التساؤلات وخاصة أن ردود الأفعال والتجاوب معها إلى حد ما بقت متكررة يعني بيبقى في نوع من انواع طبعا الشك والاستنكار وكلنا بنشبك ونستنجر بحق بحق يعني بيبقى في اغلاق لمعبر رفح بيبقى في تجديد اجراءات في الكماين وتجديد الاجراءات ده بيثير طبعا غضب وحنق اهل سيناء وخاصه ان الكماين مش بيعدي عليها الارهابيين غير لما بيكونوا جايين يفجروها بس غير كده بيستخدموا الممرات الترابيه وغيره بعدين هنسمع عن قتلى في وسط الارهابيين اعلان مجموعه اسماء عنهم وبعدين إعلان عن سيناء ستتطهر وستتوضأ قريبا وبعدين فترة سكون ونسيان الجيش المصري ده جيشنا كلنا والأولاد اللي ماتوا دول أولادنا جميعا وأنا شخصيا كنت ظابط احتياط وكلنا كنا مجندين بطريقة أو بأخرى وشغلنا في الجيش المصري وزي بنقول مصر بتاعتنا والجيش ده بتاعنا احنا فالأولاد اللي بيموتوا دول بيأثروا فينا بيأثروا في عزيمة الجيش ففعلا من حقنا ان احنا نتساءل عن هل في تقصير امني؟ هل في اختراق امني؟ ايه هي العواقب؟ ايه هي المشاكل اللي بتحصل؟ ازاي احنا كشعب مصري ازاي ممكن نساعد؟ ازاي ممكن نساند؟ لان زي ما حضراتكم عارفين اول حاجه احداث زي دي, دي بتاثر في الاهالي واحنا بنصلي علشان عزاء للاهالي بتاثر في الروح والحاله المعنويه للجيش المصري وفعلا بنصلي ان ما يسمحش ان اي حاجه تهز او تاثر في الحاله المعنويه للجيش المصري وزي ما حضراتكم شفتم الكلمه بتاعه الرئيس السيسي كانت موجهه لتجديد العزيمة وللكلام عن إن إحنا مش هنتأثر ومش هنتهز لأن فعلا حاجة زي كده ممكن تأثر في نفسية الجنود وظباط الصف والظباط اللي هم بيشكلوا عماد الجيش المصري واللي ما ينفعش إن معنوياتهم تتهز وإحنا في حالة شبه حالة حرب يعني إحنا بنصلي من أجل العزاء للأهالي ومن أجل حفظ الحالة المعنوية للجيش بس برضه محتاجين مجموعة من الخطوات الإيجابية حضراتكم أنا لسه راجع من الكاميرون النهاردة الصبح في مؤتمر بيتكلم عن مجموعة من الخبراء عن أحداث بتحصل في أفريقيا المرتبطة بالإرهاب زي ما احنا عندنا في مصر هنا في جماعة أنصار المقدس نيجيريا والكاميرون بيشتكوا من بوكو حرام الكاميرون عفوا كينيا بيشتكوا من حركة الشباب والحركات القاعدة في غيرها وغيرها وكان في من الواضح أن المشكلة واحدة وحلولها إلى حد كبير مشترك في مجموعة من التوصيات كده اللي المؤتمر خرجنا بيها لأن فعلا في كل الحتت دي الحاجات المشتركة إن هم بيحتموا في الأهالي، الإرهابيين دول بيحتموا في الأهالي، الإرهابيين دول بيجندوا من الأهالي سواء في نيجيريا، سواء في الكاميرون، سواء في كينيا، سواء في الصومال أو سواء في سينا. هؤلاء الإرهابيين بيستخدموا سياسات إضرب وجري نوع الحرب الغير متوازية اللي بيسموها أسيمتريك وور إن هي مش حرب تقليدية، مش جيش قدام جيش ولكنها حرب غير متوازية مش بتمشي بالتقابل ولكن بتمشي بطرق مختلفه اقرب الى حرب الشوارع علشان كده احنا بنعتقد ودي كانت احد توصيات المؤتمر ان لازم الجيش يطور عدد من الوحدات الخاصه احنا مش بنطلب ان الجيش يغير عقيدته القتاليه ويتحول لجيش مكافحه ارهاب بدل جيش قتالي ولكن يطور عدد من الوحدات الخاصه بالتعاون مع الجهات الاستخباريه علشان تقدر تتعامل مع هذا الموضوع لان الواضح ان الجيش التقليدي مش بسهوله يقدر يتعامل مع أنواع الحروب الغير تقليدية. طبعًا قطع مصادر التمويل وخاصة إن في اتجاه عالمي دلوقتي للعمل على كده، سواء أمريكا، سواء بريطانيا، سواء أوروبا، كندا لسه مؤخرًا في حادثة ضرب نار في قدام برلمان أوتاوا، كل الحاجات دي بتشجع هذه الدول إنها تقطع مصادر التمويل، وإحنا لازم يكون في ضغط لقطع مصادر التمويل عن هؤلاء، الحاجات دي بتكلف فلوس. بعدين قطع المصادر الأخرى اللي بتخلي مصريين ينضموا لأمثال هؤلاء. المسار الأخرى دي ممكن تكون التهميش اللي بيحصل لأهالينا في سينا، ممكن يكون بعض التعسف الأمني اللي بنسمع وبنشتكي منه إن بيحصل إهانات لأهالي في سينا، لقبائل لبدو ما لهمش أي ذنب بنسمع عن عقاب جماعي بيحصل بعض الأحداث اللي زي دي، دي العوامل اللي بتعتمد عليها مثل هذه الحاجات الإرهابية سواء في مصر، سواء في كينيا، سواء في أوغندا، سواء في الكاميرون، سواء في نيجيريا، علشان تجند ناس زيادة من هؤلاء الشباب. طبعًا في أجانب. والرئيس السيسي قال فيه حاجات من بره، بس بيستخدموا ناس عندها حقد، عندها ضغائن ضد الحكومه علشان التهميش، عشان عدم التنميه، علشان التعسف الامني، عشان العقاب الجماعي. لازم يكون في شفافيه ومصارحه زي ما اتكلمنا كده من ثلاث اسابيع في ذكرى ماسبيرو، مش علشان احنا بنشمت لا قدر الله، مش ممكن نشمت في نفسنا. انا ظابط احتياط بقول لحضراتكم كنت من كام سنه وكان ممكن وفي ظابط احتياط مات في سينا من اسبوع او اسبوعين. ولكن لان الجيش ده مصر بتاعتنا كلنا وجيشنا كلنا واحنا مسؤولين امامه وهو مسؤول امامنا، فعلا لازم نكون في شفافيه ومصارحه، لازم كلنا نشتغل ونكون عارفين ازاي نقدر نشتغل وازاي نقدر نساعد. خلونا ننتقل من هذا الموضوع لبعض الاخبار الاخرى واسفين على هذه الحده ولكن فعلا الحدث جلل والخساره فادحه، والنهارده الصبح انا كنت معدي بالصدفه قدام كوبري القبه وكان في اربع عربيات نقل موتى طالعه من معامل القوات المسلحة، معامل الطبية ومستشفى القوات المسلحة فيما يبدو ان هم كانوا مصابين واستشهدوا من المستشفى، الله اعلم، أنا بستنتج لأن أنا كنت في الشارع ساعتها. الموضوع مؤثر، الموضوع حزين، الموضوع بيأثر فينا كلنا، فعلا بنصلي علشان دعم، بنصلي علشان ما تتأثرش الروح المعنوية في هذه الحرب، وبنصلي عشان نستغل هذه الفرصة في تطوير أي سلبيات في فعلا ان احنا نكون جيش كلنا بنثق فيه واحنا فعلا كلنا بنثق في الجيش المصري وبنثق قدراته على تخطي كل هذه الصعاب الفتره دي يمر عام ونصف على خطف المطرانين زي ما حضراتكم تذكروا من سنه ونص تقريبا او يمكن من اكتر شويه في شمال سوريا كان في اثنين مطرانين بيشرفوا على اعمال غاثه في الشمال تم اختطافهم خلونا نشوف هذا التقرير عن خطف مطراني سوريا ثم نعود لحضراتكم مره اخرى اشتقنا لصوتك اشتقنا لضحكتك خطفوك وبعدوك عنا بدنا اياك ترجع بدنا اياك تطول جمنا ونحبك سيدنا ورح نضل نصلي لك اليوم الاربعاء اللي, اللي فات خبر ايجابي عوده الانبا باخوميوس من رحله علاج استمرت لمده شهرين في لندن زي ما احنا بلغنا حضراتكم من فتره الانبا باخوميوس كان سافر لندن علشان رحله علاج في مستشفيات بريطانيا من فيروس حمى حم غرب النيل الانبا باخوميوس مطران البحيره ومطروح والخمس مدن الغربيه رجع وطبعا تقرر منع الزيارات والاستقبالات بصوره نهائيه علشان فتره النقاهه طبعا احنا بنقول لنيافه الانبا بخوميوس حمد لله على السلامه وبنقول برضو ان احنا مش ممكن ابدا ننسى الدور اللي الانبا بخوميوس لعبه في الفتره الانتقاليه بعد نياحه البابا شنوده وبعد الى حين تولي قداسه البابا تودروس زي يمكن ما وصفها احد الكتاب كانت انجح فتره انتقاليه في مصر كان فتره صعبه قداسه البابا شنوده توفى واحنا تعبنا وطبعا الكنيسه ما كانتش مستعده لهذا الحدث ولكن الانبا بيخوميوس بكل يعني حنكه وبكل حكمه من عند ربنا ادار هذه الفتره الى ان انتهت بكل سلاسه وبكل بركه بانتخاب البابا تودروس الثاني الحمد لله على سلامه الانبا بيخوميوس في المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وقداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه بدأوا مع بعض افتتحوا مع بعض مشروع لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر خلونا نشوف تقرير عن هذا الإطلاق أو إحياء هذا المسار ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. بحضور كل من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقداسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقصيه اقامت وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه احتفاليه كبيره بالمتحف القبطي بمصر القديمه بمناسبه اطلاق مشروع احياء مسار العائله المقدسه. والحقيقه ان المكان ده مهم جدا وانا سعيده ان تقام هذه الاحتفاليه على ارضه. لأنه هو بشكل أو بآخر جزء من الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده وهو مسار العائله المقدسه. شارك بالحفل لفيف من الوزراء والمحافظين والسفراء ورجال الدين المسيحي من داخل مصر وخارجها. بالإضافه إلى هشام زعزوع وزير السياحه الذي ابتدأ الاحتفاليه بعرض تقديمي أشار فيه إلى أهميه الحدث كونها مقصد سياحي هام. يجذب اليه العديد من محب السياحه الدينيه والروحيه هذا المنتج اشتغلنا عليه مع الكنيسه المصريه قدس البابا شخصيا كان معانا طرف مباشر فيه انا بشكره بشكرك سيدنا قدس البابا على اهتمامك ورعايتك لهذا المشروع لان شاء الله يكون اضافه كبيره للسياحه المصريه العائله المقدسه في مصر والسيد المسيح أول سائح يزور بلادنا في بدايات القرن الأول الميلادي. العائلة المقدسة عاشت في مصر ثلاث سنوات وحوالي ستة أشهر. الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية تأسست منذ العهد القديم بهذه النبوة في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في أرض مصر وعمود عند تخامها. كما قرانا في سفر اشعياء وفي نفس الاصحاح نقرا العباره التي تقول مبارك شعبي مصر. انا لا اجد كلمات الا ان هذا المكان يتكلم عن نفسه. هذا المكان يكاد ان ينطق يكاد ان ينطق بهويه مصر. حب، سلام، رخاء، حمايه الهيه هي دي هويه مصر. المكان ولا اريد ان اعيد وازيد هي رساله حب رساله امان تتعانق الاديان والقلب يذكر الله ندعو لمصر وندعو للعالم بالسلام من هذا المكان الثلاثة اللي جاي إن شاء الله البابا تواضروس في أول زيارة من نوعها هيسافر روسيا بناء على دعوة من روسيا هيكون في نوعين من الزيارة هناك هتكون في زيارة كنسية للقاء كيريل الأول باتريارك الكنيسة الروسية تلبية زي ما قلنا لحضراتكم للدعوة الرسمية اللي وجهتها الكنيسة الروسية إلى البابا وبرضو حسب مصدر كنسي البابا هيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية بروسيا مع البابا كيريل الأول بابا روسيا زي ما قلت لحضراتكم دي أول زيارة للبابا تواضروس الكنيسة الروسية هي كنيسة أرثوذكسية ولكن ما فيش اعتراف متبادل فهيتم خلالها مناقشات العلاقة المسكونية بين الكنائس وعلى اعتراف روسي بالجالية القبطية والموافقة على إنشاء كنيسة لهم في روسيا دي يمكن برضو أحد المحاور اللي قداس البابا ودروس بيعمل عليها محور اللقاءات المسكونية سواء بتأسيس مجلس كنائس مصر أو بالتقارب اللي شفناه مع الكنيسة الكاثوليكية ودلوقتي مع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية سواء في إثيوبيا اللي بنصلي إنه قريب يحصل وسواء في روسيا اللي إن شاء الله هيحصل بداية من يوم الثلاثاء القادم. هناخد دلوقتي مداخلة هاتفية مع الأسيس رفعت فكري. ألو مساء الخير. الو، أسيس رفعت من الواضح إن احنا فقدنا الاتصال مع الاسيس رفعت اللي كان هيكلمنا عن الزيارة وعن خبر أيضا مجلس كنايس مصر وتعليقه على الأحداث اللي فاتت خلونا طيب نشوف هذا التقرير عن قيم التعايش المشترك وهو يعني حدث مؤتمر نظمته المؤتمر الإسلامي المسيحي للمواطنة ثم نعود إلى حضراتكم مع دكتور إيهاب الخرات وضيوفه الكرام حلقه خاصه بنتكلم فيها طبعا عن مجموعه من الاحداث المختلفه في مصر واللي بالتاكيد هيكون احداها القاء الضوء على حادث امبارح ولكن مش بس حدث مبارح نشوف هذا التقرير ونعود لحضراتكم مع دكتور ايهاب الخراط وضيوفه الكرام. اطلقت مؤسسه اديان بالشراكه مع مجلس كنائس الشرق الاوسط ودار الفتوى في الجمهوريه اللبنانيه. والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الأديان بتاعنا بالشأن التربوي بالشأن الجامعي بالمدارس بالجمعيات بالأطفال وهي عملها ككل يعنى بقبول الآخر بإغناء ثقافة الحوار شئنا أم أبينا وجدنا على هذه الأرض الطيبة المباركة إذا لابد أن نتعايش جميعاً لأن منبع الاديان واحد مصدره رب العالمين. الحكمة من خلق البشر عند الله سبحانه وتعالى هي التعارف. والتعارف يعني الانفتاح على الاخر وقبول الاخر لا الاقتتال والعنف والارهاب. فنحن كلنا سواء عبيد لله سبحانه وتعالى تجمعنا الانسانية جمعاء والله تعالى يوفق هذه الخطوات ومن ثم يجعل منها وطنا مباركا موحدا. عملت منظمه اديان جاهده مع رجال دين واساتذه لاهوت مسيحي وفقهاء مسلمين على التفكير وفتح ابواب الحوار والصداقه والبحث الاكاديمي المشترك بين الطوائف، هو دليل تربوي للمعلمين والمربين حتى يعلموا القيم الاسلاميه والمسيحيه في مفهوم المواطنه. وهذه القيم اخترنا منها ثلاثة قبول الآخر واحترام العهود والقوانين وقيمة العدل الدليل التدريبي الإسلام المسيحي لتعزيز قيم المواطنة والعيش معا في التربية الدينية الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة دان ميسيون الدنماركية وبدعم من وزارة الخارجية الدنماركية ضمن برنامج الشراكة الدنماركية العربية What we do is that we try to put religion on the agenda. In Denmark, we had had we have had a tendency that we wanted to say that religion will not be there any longer. It will not be part of society. We have to hide it or we have to take it away. But we can see this is not the case neither in Denmark and definitely not in the Middle East. So we would like to put religion at the public agenda. فبدل ما يكون درس الدين هو درس يعمق ال الرفض او او يعمق الفرقه سيكون هذا هذا الدرس هو الدرس اللي بي بيوثق وبيجسر الروابط ما بين الاديان وخصوصا انه اخلاقيات الاديان واسسها واحده فكان هذا المؤتمر بحثا في موضوع كيف يمكن للتعليم الديني التابع للمؤسسات الدينيه ان يساعد الاطفال على قبول الاخر وفهم التنوع الديني واحترامه من خلال ترسيخ قيم إنسانية ثلاث تضمن تعايشا في كنف التعدد وهي قبول الآخر احترام العهود العدل بدك تعلم الطفولة من الشباب الصغار تعلمهم على أصول كيف يعيشوا مع بعض كيف يعيشوا المواطنة كيف يقبلوا الآخر كيف يعترفوا بإنسانيتهم وكيف يحبوا الآخر وكيف نتعايش مع بعضنا ومن ثم هذا عمل إنساني وأما غير ذلك من الطرق الشرسه والعنف وتكفير الاخر هو عمل بربري وخارج عن القيم الانسانيه لانه بالشكل المحدد اليوم نحتاج الى تعزيز المواطنه والعيش معا في وقت يعني العالم العربي بشكل خاص يعيش انهيار المواطنه وانهيار الدول وانهيار العيش معا بسبب الحركات المتطرفه يعني وضعف الدول ايضا لذلك اليوم نعيد نحتاج الى اعاده بناء المواطنه واعاده بناء العيش معها واعاده بناء تتطلب دور من ناحيه للمرجعيات الدينيه والخطاب الديني والتربيه الدينيه ودور اخر للخطاب الرسمي لخطاب الدول لخطاب الوزارات لخطاب المجتمع المدني قيم انسانيه تشترك فيها الاديان وان اختلفت في معتقداتها الصديقات والأصدقاء بني الجسور معنا والعابرين على الجسور معنا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسور نبني فيها جسرا بين الواقع والمأمول بين المبدأ والتطبيق بين الحلم وألم تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع الأيام اللي فاتت دي شهدت أحداث جسام النهارده نحن نشارك في الحداد مع كل الشعب المصري لسقوط شهداء يعني لهجمه غادره وخسيسه من هجمات الارهاب الدنيء والمجرم على استقرار الاوطان نحن نقف الى جوار كل شهداء الوطن الابطال وكل اسرهم وكل المصابين ونعضد من يعني ذراع جيشنا الباسل ومن ذراع شرطتنا التي تتعرض لايضا نفس هذه الهجمات الدنيئه والمجرمه ولكن ايضا من احداث اخرى من مساله انعقاد انتخابات مجلس النواب الاستحقاق الثالث والاخير لخارطه المستقبل كما وضعتها القوى الثوريه المتحده انذاك في صبيحه ثوره 30 يونيو 2013 على نظام الاخوان الذي سقط بصيحات الشعب يريد اسقاط النظام، وكان هذا هو النظام الثاني، الجمهوريه الثانيه التي تسقط بسبب خروج يعني جماهير شعبيه عارمه. الشعب خرج في 25 يناير 2011 في اصرار عجيب وفي مواجهه قوات الامن واصر على اسقاط الرئيس الذي يعني تم التعارف على تسميته الرئيس المخلوع حسني مبارك وبسقوط راس النظام هلل كثيرون ان النظام قد سقط وان مطالب الثوره عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه صارت في متناول اليد ولكن بعد فترة أخرى صعد الطيار المنظم بالقصين الوحيد إلى السلطة الإخوان المسلمون وشركائهم وحلفائهم من الطيار الإسلامي خاصة السلفيين استولوا على البرلمان في مواقع الصناديق المتتالية تحالفا بداية مع المجلس العسكري. في موقعة الدستور اللي اطلق عليها الشيخ حسين يعقوب موقعة او غزوة الصناديق ثم في مجلس الشعب ثم في مجلس الشورى ثم في رئاسه الجمهوريه نفسها وظن كثيرون ان الاخوان المسلمين سيفون بوعودهم وسيؤسسون لمطالب الشعب عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه ولكن فوجئوا ان الاخوان ليس لهم هم الا الاخوانه. وليس لهم هم الا الاستقواء بحلفائهم الذين اتى بهم الرئيس محمد مرسي آه، الذي اصطلح على تسميته بعد ذلك بالرئيس المعزول فعندنا رئيس مخلوع ورئيس معزول. والرئيس المعزول أتى بآلاف من الإرهابيين اللي كان ممنوع عليهم دخول البلاد أو كانوا على قوائم الانتظار والترقب أو الترقب والترصد يعني يقبض عليهم لو حاولوا دخول البلاد وأخرج مجلس العسكري الأول أخرج عدة مئات ثم هو أخرج عدة مئات أخرى فألفين حوالي ألفين من الإرهابيين خرجوا من السجون الذين كان عليهم احكام جنائيه خرجوا بعفو رئاسي وآلاف اخرين تم استيرادهم من الارهابيين المصريين وارهابيين مستوردين من بلاد اخرى وتم وجودهم في سيناء لكي يتواصل سيناريو تشتيت الشعب عن المطالب التي خرج لكي يطالب بها. الان آه الشعب يبحث عن الاستقرار وله كل الحق ونحن أيضا ندعو الله من أجل استقرار مصر ولكن هل توقف بحثه عن الحرية هل توقف بحثه عن العدالة هل توقف بحثه عن الكرامة الإنسانية وعن الظروف الاقتصادية التي تتيح له أن يتمتع بخيرات بلاده وأن يستغلها مصلحه الاجيال المستقبله خير استغلال هذا سؤال لا زال مطروحا سنستضيف ضيفين كريمين لكي نتباحث في هذا الامر هل اسقط الشعب نظام مبارك ونظام مرسي فعلا ام لا هل هناك صله بين الباسات التي نراها اليوم وبين نظام مبارك ونظام مرسي أم لا؟ هل هناك صله بين الثورتين المتتاليتين وبين الإنفلات الأمني وسقوط هؤلاء الشهداء الأبرار أم لا؟ هل لا زال الشعب يريد إسقاط نظامي مبارك ومرسي أم أنه الآن أنجز هذه المهمه وأمامه مهام أخرى؟ هذه الأسئله نطرحها بعد الفاصل مع الضيفين الكريمه الصديقات والاصدقاء نرحب بضيفين كريمين الاستاذ حيدر بغدادي النائب البرلماني السابق في دورتين من ايام مبارك المرشح المستقل والذي انضم سنتين فقط للحزب الوطني اهلا بك استاذ حيدر والثائر والصديق العزيز الاستاذ زياد العليمي عضو ائتلاف شباب الثوره في 25 يناير الذي انحل وأيضا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو مجلس الشعب المستقيل من المجلس الذي انحل بعد ذلك كان أستاذ زياد يعني الشعب خرج في ثورتين متتاليتين أستاذ زياد وأستاذ حيطر وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الحراك الثوري خلينا نقول و... من يعني جريان مياه كثيره في الاروقه السياسيه اسقط مبارك واسقط مرسي. هل نحن الان اكثر اقترابا مما يريد الشعب؟ هل مساله الاستقرار الان صارت ملحه لدرجه ان الشعب يستطيع ان يعني يركز في هذا الامر ويؤجل مطالبه بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه ولمده كم سنه هياجل الكلام ده نريد يعني انطباعات سريعه قبل ما نفتح الاسئله الاكثر يعني تحديدا نبدا بالاستاذ زياد في الاول يعني تعزينا الاسر الشهداء اللي استشهدوا في سينا و... نتمنى انها تبقى اخر مره نفقد فيها مواطنين مصريين على ايد الارهاب او على ايد الاستبداد آه ونتمنى ان احنا نبني بلد مختلفه في الفتره الجايه آه فيما يتعلق بالوضع وانه هل الناس عندها استعداد انها تتنازل عن احلامها بالحريه والديمقراطيه او تاجلها او تاجلها ده في مقابل ايه يعني انا اه ممكن الناس تتكلم ان احنا هنأجل شوية حاجات او يبقى في خطة واضحة انها تتحقق متأخر بس في مقابل حاجة في مقابل ان انا بيتحقق لي حاجة تانية وبالتالي اهم حاجة انه يبقى في خطة انا هحقق كذا دلوقتي وهحقق كذا بعد شوية وهحقق كذا بعد مصر بلد فيها اكتر من 60% تحت خط الفقر وبالتالي الكلام عن تأجيل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية يبقى احنا بنقتل مواطنين مصريين عشان نقدر نضمن أي حاجة تانية بقى أنا مش عارف أنا هاخد إيه في المقابل كمواطن يعني. مفيش حاجة اسمها ثورة على طول، يعني فيش حاجة اسمها إنه الحالة الثورية حالة مستمر الثورة هي حالة عارضة واستثنائية جدا بتيجي لما بيتقفل المجال السياسي يعني الـ الـ مفيش سكة تانية بالظبط إنه أنا وحضرتك والأساتذة اللي في البيت وكل الناس بنبقى جزء من وجودنا في البلد دي ان احنا بنأثر في القرار السياسي عن طريق التصويت ان انا بصوت للناس اللي انا شايفها هتحقق لي اللي انا عايزه فبشوف ده في قرارات حكومه بشوف ده في قرارات برلمان بشوف ده في قرارات رئاسه وبحقق اللي انا عايزه لما يتقفل ده وابقى مش قادر اعبر عن اللي انا عايزه مفيش حد بيعبر عني ولما يبقى ليا نواب بيعبروا عني واعلاميين بيعبروا بفعل. عني ومجالس محليه ونقابات مستقله عاده و... امتى الثوره بتحصل الثورة بتحصل ما كل المجال ده مم. فانا ما بيبقاش قدامي حاجة تانية فبيبقى قدامنا حاجة من الاتنين عادة البلاد اللي بيحصل فيها استبداد بيحصل فيها ده يا يعني اما ناس بتتطرف وبتشوف ان مفيش حل غير انها تفرقع نفسها فدي ناس بت يعني بتتجنن فبتموت نفسها وتموتنا وتودي البلد في داهية وكده او حد بيبقى مراهن على انه الشعب هو اللي هيغير وبالتالي بيشتغل على انه يحشد الشعب على اساس انه يعمل يحشد ثورة الشعب يحصل ثورة ويسترجع بيبقى كل هدف الثورة ايه هو استرجاع الحق في التصويت والحق في الديمقراطية وبالتالي الثورة مش حالة دايما بس واللي هيجاوب على سؤالك هو الاجراءات اللي هتتخذ الفترة الجاية هل احنا في اطار قفل مجال سياسي ولا في اطار فتح مجال سياسي لو في اطار فتح مجال سياسي يبقى احنا بنتكلم او لو خد اتخذت خطوات في لحظة واتمنى ان ده يحصل لفتح المجال السياسي يبقى هيحصل تغيير بس على مدى اطول وبشكل ديمقراطي، يعني هنوصل للحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه بشكل ديمقراطي عن طريق تصويت الناس وعن طريق ده بعد دلوقتي. عده سنوات وهياخد وقت ومحدش هيبقى متضايق ومحدش هيبقى مستعجل على حاجه. بس لما يتقفل المجال السياسي ده الخطر على مش على اللي بيحكم ده الخطر علينا قبل م. اي حد تاني. استاذ حيدر اتفضل اولا اعزي الشعب المصري كله م. مسلميه ومسيحيه في وفاه واستشهاد جنودنا الابطال على ايدي الارهابيين كلنا اسرهم كلنا اسر اللي احنا انتصرنا في حرب اكتوبر بقى الله اكبر مسلمين ومسيحيين وكان من شهداء حرب اكتوبر اللواء فؤاد عزيز غالي من هو و... هو و... بعدها وهذا هو... وهذا هو الرمز الوطني والمحبه اللي بتربط والرباط الحديدي اللي متماسكه بمصر وهي الوحدة الوطنية اللي لابد ان نتمسك بها وعارفين ان امريكا اسمح لي اتطور في الحديث انها خلقت داعش وفرقت بين السنه والشيعه لتقسيم الوطن العربي حينما فشلت مع جماعه الارهاب الاخوان المسلمين وهذا كان مخطط وما زال هذا المخطط يعمل برعايه امريكا معروف الشيشتاني ده اصلا كان احد معتقلين جوانتمالو وهو النائب بتاع ابو بكر البغدادي وابو بكر البغدادي متدرب في تركيا على السلاح وهذه عمليه لابد ان ننظر امريكا اعتقلته يعني مش ايوه وبعد كده سابته طب ملحب وكلفته بهذه المهمه من المعتقل يعني من لا هو خرج وخرجته من المعتقل وتربى في تركيا م. وتعلم السلاح وتعلم م. اما دعني ان احنا نبدا من 30 يونيو وهي الثوره الحقيقيه التي لم يركبها الاخوان والتي صار الشعب المصري بكل طوائفه بجميع احزابه يعني 25 مش حقيقيه لا 25 هي موجه ثوريه خطفها الاخوان يوم 28 يوم مجموعة شباب ناصع صار على على نظام اجتماعي غير عادل بحب وباخلاص لوطنه في جزء من هذا الشباب كان ماجور وكان مدفوع من بعض المنظمات لمخططات خارجيه استغل الاخوان هذه الفرصه واقتنص الحكم وللاسف الشديد بتعاون كل الاحزاب المصريه بما فيهم الناصري والوفد والتجمع كله اتلموا في انتخابات 2011 ضد كله وكل الاخوان ادوا حزب الكرامه سبع كراسي وحزب مش عارف إيه الكراسي اربع خمس ست كراسي وتالف ولاول مره ويمكن دي سبب ان انا يمكن إن كنت مختلف مع كثير من الاخوة حبايبي النصريين ان كيف يضع النصريين يدهم مع الاخوان كيف هذا في معركة مجلس الشعب انا نزلت مجلس الشعب اللي فاتت ضدهم وحققت الاعادة واسقطت 103 مرشح وجبت ألف صوت ب 25 نقطه بس حتى المنتمين <Darwin> <applause> لجبهه مصر دلوقتي مثلا نزلوا لكن... في نفس التحالف آه... لكن... يعني زي نادي الشهاب دعنا أهبي... ننتقل نمتخ... ن... ننقل من الحته دي عشان ما نختلفش انا والاستاذ زياد العليم لا تختلفوا خلاص هو كتب الملاحظات انت اختلفت خلاص دعنا, نقول ان مصر ستكون احسن من بريطانيا العظمى خلال سنتين اثنين اثنين بس وتقول لي لازم تقول لي ليه <applause> أقول لسيادتك <لي> <applause> أن أولا الشعب المصري نضج نضجاً سياسيا بطريقة بصحيح. سريعة أدت إلى كل مواطن في المجتمع مرأة شباب سباك نجار أستاذ جامعة عامل موظف بيلعب دلوقتي بيفكر في السياسة وبيشتغل وبيقول رأيه ثانيا لن يستطيع مواطن أن يسرق من ليمن مرة أخرى انتهى عصر توزيع الأراضي ولا ولو اني لي تحفظ في هذا الموضوع لان انا مع الشعار الاشتراكي الارض لمن يزرعها حتى لو مجانا مم. ومع الشعار الفقه الاسلامي قال, قال في حديث للامام الشافعي الارض لمن يعمرها مجانا بس نشتغل ونزرع يعني واحد يعني ونس... ممكن ياخد 10000 في ويعمرهم اه ونصنع طيب. نعمل صناعه ونعمل زراعه لكن ما نخليهاش لكن ما نخليهاش ونسقها ونبيعها هو دي كانت الاخطاء اللي موجوده حينما يقوم الشعب المصري بسداد 64 مليار جنيه في اسبوع من لاجل مصر ولاجل مشروع قناه السويس وما يخليناش نمد ايدنا للبنك الدولي عظيم دي موقف عظيم. يحسب لهذا طب. الرجل الفقير والمواطن الفقير حينما أو يزور متوسط الحال على متوسط الحال حينما ننوع مصادر سلاحنا ولا نتبع التبعيه الامريكيه 30 سنه وراء اللعبه جز ونتجه جز الى الشرق ونتجه الى بوتين الدب الابيض والسلاح الروسي يبدا يجي والعلاقات تعود بعد فتره تلج تمت في عصر انور السادات الزعيم انور السادات والرئيس مبارك ومشروع الضبعه حتى تولاه شركات عالميه واعتقد ان روسيا هتكون ليها باع كبير فيه وده هيوفر طاقه نوويه سلميه وهيوفر كهرباء اللي بتقطع عننا وهيوفر سولار وهيوفر شراء البنزين هيوفر حاجة كتير قوي جدا مشروع الضبعه خطه الرئيس السيسي وحكومته والشعب المصري كله احنا ما بنقلهش حد لكن ان هو خطته استصلاح اربعة مليون فدان هيبدا بمليون فدان في السنه الاولى احنا بقى اشهر أربعة في خطوات فاعله موجوده في الارض وحسينا بيها الدعم بدأ يصل إلى مستحقيه بعد ما كان لا يصل، النهارده رغيف العيش على الأقل بيصل إلى مستحقيه. وأنا على فكرة وكان توجهي في المجلس. لو يعني في شغل كويس جدًا في حكاية البطاقات, البطاقات الجديدة. في كان بيسرق وكان بيتهرب وكان كل ألف مخبز في مصر كان كلهم بيسرقوا دي النهارده في انضباط. وهي مشكله فيه. لسه في البنزين وهيبقى في انضباط في البنزين يعني ما حيو. ما تمش في رفع آه آه التحلي... الاسعار ما تمش بنفس الطريقه انا انا مختلف مع رفع الاسعار بتاعه البنزين بهذه الطريقه مختلف مم. تماما آه. فيها وكان لازم تتعمل شرايح والبطاقات والحاجات دي شرايح والبطاقات الذكيه ودي توفر بقى ودي توفر لكن انا مع الدعم النقدي الكامل مم. والغاء كافه الدعم كل بتالي كل قوى في الاتجاه إيران ده عامله كده وهي من انجح بزبط. الدول العربية انا عايز ارجع بزبط. للاستاذ زياد يعني الاستاذ حيدر اثار نقطه قويه جدا نضج الشعب نضجا سياسيا وفي نفس الوقت قال ان الاخوان هم ركبوا الثوره يوم 28 يناير هل الاخوان ركبوا الثوره يوم 28 يناير ولا الاخوان تربوا وترعرعوا في ظل نظام السادات ثم نظام مبارك حتى كانوا هم القوى الوحيده المسموح لها بالعمل على الارض فقدروا ان هم يعني يناوروا على باقي القوى وفي الاخر حصلوا على 35 40% من الاصوات خدوا بيهم 67% من الكراسي لان القوى الثانيه تفتتت ومعنى النضج السياسي في اللحظه الحاليه في مستقبل مصر. لا معهم كل الاحزاب. <applause> يعني مش كل مش كل الاحزاب, مش كل الأحزاب أحزاب آه يعني متهيألي آه عدد آه يعني الوفد آه لم يتحالف المصري الديمقراطي مصر لم يتحالف الكتلة المصريه وقفت قدامه و... فخلينا خلينا يعني نقول ايه اللي حصل ون آه ونخرج بنتيجه انا مش عايز ابقى بفرض على حد نتيجه الوقائع بتقول الاخوان ما نزلوش اصلا 28 يناير لكن يعني كان عندهم خلاف داخلي حوالين هل يجوز الخروج على ولي الامر ولا مم مم يوم 29 الصبح 29 عبد الرحمن, عبد, عبد الرحمن البر افتى بجواز الخروج على مبارك نتيجه انه هو يعني وصفها كده انه قتل المسلمين يوم 28 فبراير اخوان نزولهم الرسمي يناير. اه 28 يناير الاخوان نزولهم رسميا يوم 2 فبراير يوم 3 فبراير كان قاعد محمد مرسي مع اللي هو عمر سليمان وجت تعليمات واعلن عنها ساعتها نائب مدير المكتب وفندق حجازي وصل يوم 2/3 فبراير <applause> دخل دخلوا دخلوا 2 فبراير رسميا 3 أه. فبراير كانوا قاعدين مع عمر سليمان 3 فبراير بعد الظهر ده مش كلامي ده كلام اسلام لطفي اللي هو كان ساعتها نائب رئيس مكتب الإداري <applause> لطلاب الاخوان على مستوى الجمهوريه قال لك جالنا قرار وده اعلن في الجرايد جالنا قرار بالانسحاب من الميدان اذا وجود الاخوان كان مناوره من 2 فبراير ل 3 فبراير وبعد كده الوضع ايه اللي خلى ده يحصل خلينا فاكرين كويس قوي انه بس هم بعد كده ده يعني هقول لحضرتك كده هقول لحضرتك ده, ده 28 ساعة في الاستفتاء في الاستفتاء كان واحد المجلس العسكري اتنين الاخوان ثلاثه رجال الحزب الوطني بيدعوا الناس الاستفتاء بتاع لنعم عارف. لنعم عشان يبقى الانتخابات قبل الدستور يعني ايه 18 هي اللي اطلقت قوة وتم الإخوة. تسليم الاخوان البلد بمقتضى اللي حصل ده. خلينا نشوف بقى كمان اكتر انه ساعتها اللي كان بيتقال حتى خلينا نعتبر انه كان في اعلاميين محسوبين على نظام مبارك، كانوا بيقولوا ايه في التلفزيون؟ كانوا بيقولوا نصا كل القوى ضعيفة وكل القوة ما تقدرش تعمل حاجة. ولسه بيقولوا كده. والوحيدين المنظمين هم الإخوان. ولسه بيقولوا كده. بالظبط. إذا أنا لو مواطن طبيعي أول حاجة هروح أصوت له مين؟ الإخوان. الإخوان جم إلى حكم مصر برعاية المجلس العسكري بالقرارات اللي اتخذت في اللحظة دي وبرعاية اللي كان بيحكم في اللحظة دي وبرعاية أمنية بشكل واضح. وهنا نيجي بقى نقول إيه؟ إنه لو احنا بقى بنتكلم وانا كنت اتمنى ان استاذ حيدر يعني ما يتكلمش هو راجل يعني كان نائب وبالتالي عليه انه يتكلم في حدود القانون، ما ينفعش نقول انه كان في شباب ماجورين من غير قدامنا حاجه ال... من قدامنا حاجه ال... من سبب سبب. لا ما سابتش زي ما ما سابتش ان حضرتك كنت بتعمل موضوع الاكياس الفاسده لحساب شركه اخرى لا لا. في مجلس الشعب سبب. يعني زي ما اتقال على حضرتك ده لا لا لا. اتقال على الناس لا لا لا. خلينا خلينا لا لا لا. ن... يعني هناك خلي... خلي اي خلي كلام وتخرصات و... طيب و... و... خلينا خلينا طيب خلينا نتكلم يعني كلام واحد مور. كان بياخد 96000 دولار مين؟ بتاع عبده الشيطان ده مين اعتقد انت عارف اسمه لا والله ما اعرف اسمه اللي ما اعرفش حد بتاع عرض الشعر سمعنا على حكايه الكنتاكي دي يا استاذ حيدر واحنا كنا في الميدان ما كانش في كنتاكي ولا كدا. كان في ملح آه الناس آه بتجيب بالظبط كده يعني اقصى يعني حاجه يعني خلينا وقراقيش لا مش مش هنعبر عن آه لانه في جزء آه. مهم اسمه انه حاجه من الاثنين يا اما انا لما ابقى عارف بجريمه بالشكل ده يا اما اروح اقدم بلاغ للنائب العام وائل غنيم ده ما خدش حاجه؟ وائل غنيم خد ايه منين؟ ما خدش فلوس من بره؟ طب ما تمسكش ليه؟ محفوظ ما خدتش ما تمسكوش ليه؟ ها؟ مسكوا ازاي؟ ما كانش من خلال منظمات تمام. حقوقيه ما تمسكش ليه؟ ما تمسكوش, ما تمسكوش ليه؟ ده معناه انه ما فيش بلد واحد هيجي طيب يعني اتمنعت من السفر اللي, 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 اللي لا لا, لا, لا يعني يعني هقول لحضرتك هقول لحضرتك حاجه يعني التحقيقات هتثبت هذا هتثبت طيب ما خلينا لما تثبت بقى لما يظهر حاجه عليها دليل ده اللي بيقوله الاستاذ يعني خلينا خلينا نتكلم بقى بشكل واضح انه الكلام سهل يعني في اللحظة اللي كان فيها أستاذ حيدر بيكشف موضوع أكياس الدم الفاسدة كان بيتقال ان ده بيتعمل بفلوس من شركه ادويه اخرى وساعتها حيدر وساعتها ما احنا ما صدقناش ده لان ما فيش ادله وما فيش حكم محكمه بيقول كده ولو احنا بنتكلم على دوله قانون يبقى بنتكلم على دوله قانون و مش والاخوان شكت. طلعوا علينا شخصيا اشاعتين يعني, <تصفيق> <تصفيق> يعني <تصفيق> <مصفت> <تصفيق> كده وبالتالي احنا لما بنتكلم على دوله قانون معناها حاجه بالشكل ده معناها انه لو في حد ارتكب جريمه حاجه من الاتنين يا اما اروح اقدم في بلاغ للنائب العام يا اما ابقى متستر على الجريمه. ما هو لا هم معمول فيهم بلاغات وادله وموجوده التحقيقات ده الناس راحت بلغت في نفسها شغاله طب انا ما قطعتش حضرتك يعني هو اللي حصل ففففففف. ان لما اثير ده في ناس راحت بلغت في نفسها ففففف. يعني يا ريت الدفاع يا ريت دفاعك يكون عن الشباب المحترم اللي قام بالثوره مش أنا, انا انا بالنسبه يعني. لي اي شخص لم يدان بحكم قضائي هو شخص بريء دي دولة أوه. القانون أوه، بالنسبة لي تمام إذاً إذاً لا يجوز إذاً لا, لا يجوز خلينا نشوف بقى إيه لما نيجي نتكلم على الإرهاب وكلام من ده إيه اللي بيوصل الدنيا للإرهاب الإرهاب هو إيه هو الإحتكام للقوة عشان أمشي اللي <تص> أنا عايزه صح القوة البدنية بالظبط ده بيحصل إمتى لما يبقى المجال السياسي مقفول ويبقى فيش أمل ويبقى الناس بتضطهد وبتتحبس وبتتعذب وبتتقتل وكلام من ده طبيعي ايه اللي هيحصل لو حد عاقل هيقول ان احنا هنغير ده بجماهير بعدد كبير من الجماهير ويدعو الناس انها تغير ده لو حد عنده يعني شويه شطط ما ثبتش ان حماس كانت في في ميدان التحرير وكان والقناصه بتاعتهم كانوا موجودين ما ثبتش في التحقيقات للاسف ما ثبتش في, في التحقيقات للاسف اقوال ما للأسف إن, ان للاسف ان, إن من كتائب القسام طيب. وان من حماس كانوا بيركبين عمارات التحرير لا لا, لا كانوا مش, ممكن هو للاسف انه من ثلاث ايام بس طلعت اقوال أه 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 بس عايزين نشوف الفريق الفريق صبحي طب آه اكمل بس, بس في شهادته في محاكمة حسني مبارك ليسمع ليسمع طيب الكلام بس حضرتك بتقاطع بس خليه يكمل وبعدين هنرجع الفريق الفريق صبحي صبحي واللواء الرويني اتمنى من كل الناس اللي موجوده انها تخش تعمل سيرش على شهادتهم في محاكمة مبارك واتقال نصا انه لم يثبت لدينا دخول عناصر من حماس من على الحدود اصلا ده اللي اتقال في المحاكمه ماشي واتمنى من كل واحد يخش سهلية. نسمع بس استاذ حيدر نكمل بس كمل هترجع هنرجع لحضرتك هنرجع لحضرتك من بيكتب الملاحظات ف... يعني من الذي فجر انا والله ما قطعت حضرتك اللي... ماشي اتفضل يا باشا كمل يا زياد من الذي فجر السجون وبالتالي انا مش انا مش في مجال اصلا ان انا دافع عن ثوره موجوده في الدستور ولو احنا بنحترم هذا الدستور وبنحترم الاراده الشعبيه علينا ان احنا نحترم ده انا مش في مجال اصلا الدفاع عنها قادره، الناس اللي اتقتلت فيها والناس اللي حلمت ببلد احسن والناس اللي عانت من فساد الحزب الوطني والناس اللي عانت من فساد دولة مبارك والناس اللي عانت من ف... من استبداد اللي خرجت في الشوارع وحضرتك كنت واحد منهم تقدر تقول انه يعني ايه؟ انا في 28 يناير كنت في الشارع بالظبط وبالتالي وبالتالي احنا أنا مش, مسترد مسترد دافع أنا مش مضطر ادافع انا مش مضطر ادافع عن عن ثوره قام بيها ملايين المصريين لان مفيش على راسنا باطحه، اللي على راسه باطحه هو اللي شارك في الفساد، اللي على راسه باطحه هو اللي وصل الناس انها تخرج طيب. عشان تدافع أنا عن انا عايز ارجع بقى لما نيجي نتكلم بقى هل على الارهاب الاستبداد ده هقول لحضرتك هل الارهاب ده ظهر نتيجه الثوره ولا نتيجه النظام اللي قبل الثوره؟ خلينا نشوف سبع يعني يعني ال 81 مقتول رئيس الجمهوريه بارهاب وخلال فتره الثمانينات كان في 1981 بالظبط انور السادات يعني بالظبط وكان بارهاب الناس اللي هو في لحظه ما احتضنهم بشكل واضح وده مش حاجه خفيه واستمر نائبه اللي عين رئيس جمهوريه واستمر نائبه فاتح علاقات مع جماعه الاخوان المسلمين حد يقول لي انا عايز بس حد يقول لي جماعه الاخوان المسلمين كان بيتم القبض على اعضائها زي ما كان بيتم القبض على الباقيين كلهم بس جماعة الاخوان المسلمين كان بيسمح لها بممارسه التجاره وكان بيسمح لها بانها تزود ملايينها اللي بتصرف بيها وكان بيسمح بدخول اموال ليها بشكل او باخر بمقتضى اتفاقيات مع الـ الـ السلطه وكان ليها 88 نائب في 2005 بشكل واضح وده كان ده طلع ساعتها الدكتور محمد مرسي كمسؤول لجنه الانتخابات طلع قال لك احنا هنفضي اتفقنا مع الحزب الوطني ان احنا نفضلهم بعض الدوائر خلينا نتكلم ده جزء الجزء الثاني بقى اللي بيوصل الدنيا للارهاب لما بيبقى الحكم للقوه في حاجه من اتنين يا اما حد بيقول ان احنا هنجمع الناس عشان يخلوا الحكم للديمقراطيه مره اخرى وبالتالي هنزيل هذا الاستبداد بعدد يعني. كبير سلمان بعدد كبير من الجماهير فيما يسمى ثوره او في بعض الناس اللي بيصيبهم شطط ويقولوا مفيش امل في التغيير بالطريقه دي وبالتالي بيتتجهوا للعنف وده خلينا نشوف الارهاب بس حصل فين في سوريا والعراق وليبيا اللي هم البلاد اللي كان فيها اكثر استبداد حكم بالحديد والنار اكتر من هنا مليون مره طيب هنخرج لتقرير سريع وبعدين نسمع تعليقات الاستاذ حيدر بغدادي تقرير عن بعض اقوال المواطنين المصريين في الشارع خدها فريق جسور قناه 6 سبعة اسقاط يعني النظام كله اتغير وثقف. وفي نظام جديد شغال. اسقاط النظام يعني تغيير النظام الديكتاتوري اللي كان موجود و الحقيقه الحريه الديمقراطيه بح... بشكل مظبوط يعني حقيقي. لكن اللي انا شايفه ان احنا رجعنا زي ما كنا ما فيش تغيير يعني تغيير شكلي بس لكن في الحقيقه في المضمون ال... ما فيش تغيير. النظام ده رئيس دوله وحكومه وشعب وافراد. رئيس الدولة راح والكام واحد اللي حواليه مش كده؟ الفساد زي ما هو الناس اللي بتنهب بتنهب والبتاع بس دول متغطيين زي ما بيقولوا. اتحقق لان دلوقتي بيقولوا نفس النظام اللي كان زمان دول اللي هم المندسين هم القله يعني المندسين اللي هم بيخربوا في الجامعات ويخربوا في المدارس. عايزين تتاكدوا ان النظام سقط او ما سقطش اي حد منكم يطلع على الفور سيزون في شقه احمد عز ويجتمع بجميع اعضاء المجلس الحزب الوطني المنحل اللي هينزلوا انتخابات الدوره الجايه وهينجح ايه اللي سقط في النظام؟ ما فيش نظام سقط ولا نظام هيسقط والفساد زي ما هو والله احنا للاسف الشديد يعني احنا اشخاص معينه اللي سقطت لكن النظام كله كامل موجود يعني انت شلت شخص او اثنين لكن النظام وكل مفاصل الدوله الناس هي هي ما فيش تغيير مش هيتحقق لسه من يوم وليله لسه هياخد وقت عقبال ما يتحقق هياخد وقت بس انا حاسه ان في تحسن عن الاول زي ما هو النظام مفيش حاجه اتغيرت ولا سقط النظام ولا اتغير زي ما هي حتى الرشاوي زي ما هي الشباب كانت قايمه بثوره بحيث ان اسقاط النظام القديم اللي هو نظام حسن مبارك كانوا معتقدين ان كله فساد طبعا هو فعلا كان كله فساد بس لسه ما زال يعني تصليح جاري يعني ان شاء الله فساد موجود بس موجود ما فيش حاجه تغيرت زي ما هي موجود احنا كنا عايزين نغير اللي احنا فيه دلوقتي بس هو المعارك العمليه الحاجات اللي بتحصل من من الاخوان والناس اللي خارجه على القانون دي كلها والبلطجه والشلل ما بيبقاش منتظم زي الاول خلاص احنا دلوقتي يعني الحمد لله بقينا في سنة جديده مع رئيس جميل وبيعمل انجازات حلوه يعني الحمد لله مشينا في الطريق زي ما قال حطينا على الطريق الصحيح اي نعم باقي الارهاب وباقي قله من الاخوان وباقي شويه مش لازم بس ان شاء الله بامر الله هيتزالوا يعني الراجل ما عقلش زي زي مرسي 100 يوم وحقق كل حاجه لا الراجل يعني بيعمل اللي عليه وبزياده المواطن المصري العادي يبدي اراء سياسيه انا في رايي عميقه ومتوازنه ويعني مدهشه لم تكن هذه هي اراء رجل الشارع من ثلاث او اربع سنوات لكن ضيفينا الكريمين الاستاذ حيدر بغدادي وزياد العليمي لديهم تعليقات وننتظر منهم هذه التعليقات ولنا تعليقات حضرتك يا استاذ حيدر على التقرير اولا ثم نواصل تعليقاتك على يعني متى ركب الاخوان الثوره وهل ركبوا الثوره ام لم يركبوها ام ما الى ذلك. وبالنسبه للتعليقات كلام جاي وده يدل على النضج السياسي فعلا للمواطن م. المصري م. لكن انا قد اختلف مع بعض الاراء اللي قالت ان الفساد الفساد اه انحصر بشكل خ... بشكل كبير في فساد اه دلوقتي م. بس مش فساد مؤسسي م. فساد افراد م. الاول كان في فساد مؤسسي م. دي حقيقة وأنا بعترف بيها، كان في فساد مؤسسي في التعليم وفي الصحة وفي التوزيع الأراضي وكده بس النظام كان زمان بيقول كده برضه، مفيش لكن فساد مؤسسي لكن كان لكن فساد حالياً أفراد حاليا الفساد أفراد وبينحصر والدليل إن إحنا بدأنا معدل النمو أهو وصل ل 3.2 و3.4 خلال أربع أشهر وكان في معدل نمو كبير أيام مبارك كان 7.2 آه. وفي 2007 في وقت ما آه انهار الاقتصاد العالمي وأمريكا بقت واحد ماينص والمانيا نص ماينس وبريطانيا واحد ماينس كانت مصر 4.2 آه. من آه آه بالنسبه لما ذكر عن نواب الحزب الوطني بيجتمعوا احمد عز ابدا هذه دعايات يغ... يدليها بعض الاراء لان هم شايفين ان نواب الوطني الشرفاء الذين لم يستفيدوا في عصر مبارك من اي شيء هينزلوا انتخابات وهيخوضوا الانتخابات وهينجحوا بشعبيتهم وبخدمتهم وبتاريخهم الطويل. ومن نفسهم اي واحد استفاد في نظام مبارك من النواب السابقين من نفسه هو مش هينزل، لان الدستور ما ما حظر لاي مواطن، هم من نفسهم يعني يمكن اذا كان النواب الوطني كانوا 350 نايب او 324 نايب اعتقد ان اللي هينزل منهم في الدوره القادمه لن يزيد عن 150 نايب. والباقي مش هينزل حتى ان حتى انه بالرغم من انهم لم يدانوا قضائيا لكن هم من نفسهم يخلي عندهم شويه وما ينزلوش ما ينزلوش افضل يعني لكن الشرفاء في الحزب الوطني نازلين وهيخوضوا المعركه وهيكسبوا والدليل على هذا حينما وقف الشعب المصري ب 12 مليون و 300 الف صوت مع الفريق شفيق وده كان من قواعد النواب الوطني ومن محليات الحزب الوطني وللاسف الكل وقف مع مرسي بما فيهم المنظمات الحقوقيه وبما فيهم الوفد والتجمع وقطعت كله لكن في 12 مليون ونص ادوا الفريق شفيق في معركه سياسيه ومش هتكلم في تفاصيل هذا الموضوع لان محظور الكلام فيها قضائيا لكن انا بقول بصفه شخصيه ان النتيجه التي اعلنت ليست هي النتيجه الحقيقيه وأن تدخل أجهزة خارجية خوفة من إعلان الفريق شفيق رئيسا للجمهورية وتخوف أجهزة الأمن والمجلس العسكري من قيام ثورة دموية نتيجة معلوماتهم عن تسليح الإخوان وعن إرهاب الإخوان في ذلك الوقت. لو اتكلمنا عن مسار بعد 30 يونيو أنا بقول إن مصر هتكون أحسن من بريطانيا العظمى خلال سنتين. سينحصر الفساد وسينتهي الفساد بالكامل من جذوره. المواطن المصري سينتخب والصندوق هو الحكم النائب المحترم من اي اتجاه لان ما فيش حاجه اسمها حزب الوطن دلوقتي بلاش بقى الشماعه دي الفزاعه بتاعت الاخوان وعرفناها ما فيش فزاعه اسمها فزاعه الحزب الوطن في مواطن مصري اسمه فلان الفلاني نازل دخل في الوفد جزء ودخل في المصريين الاحرار جزء كبير ودخل في حزب السادات الديمقراطي جزء كبير. ودخل في كل الأحزاب دخل فيها نواب من الحزب الوطني وبيستقبلوهم وبيتلهفوا عليهم لأنهم لهم أرضية ولهم شعبية ثانيا أن السياسة اتغيرت هيصبح عضو مجلس الشعب في الدورة القادمة نائب رقابي وتشريعي ليس نائب خدمات ليس نائب كرات علاج ولا نائب إسكان ولا نائب لا ده خلاص لأن الدستور حدد خمسين في المية من أعضاء المجالس المحلية القادمة من الشباب سن 20 خمسة 35 يعني في 27500 شاب ما يستعجلوش الشباب شويه في, ال... في الانتخابات المحليات هيكونوا من سن 20 ل 35 نسمع اكمل بس في نقطه صغيره بس طيب ما عشان ما تقطعش حبل افكاري والمستشار الجليل عدل منصور حينما اصدر قانون الانتخابات وحدد سيكولوجيه الشعب المصري في المقاعد الفرديه ب 420 مقعد و120 للقوائم وده تمييز ايجابي لدوره واحده للاخوه المسيحيين الشباب والمرأة. وللشباب والمراه والاقباط لمره واحده يعني معناها هيكون في 24 شاب من شباب الثوره موجودين في مجلس الشعب هيكون في 24 سيده هيكون في 18 من المعوقين من المصريين في الخارج يعني كل طبقات الشعب هتتشكل لمده سنه يكون الشباب ربى نفسه جوه الاحزاب ودخل تعمق جوه الاحزاب لان المواطن المصري ما زال ينتخب برمز الهلال والجمل زي ما قال ان في 48% تحت خط الفقر وحوالي 45% أمية. طب ناخد 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 السؤال ده علشان الاستاذه جرمين الاستاذه جرمين من القاهره ايوه مساء الخير مساء يا استاذ جرمين اتفضلي الاول طبعا انا بعدي طبعا مش مهدئنا اللي راحوا النهارده وبقول يعني بالنسبة للإرهاب ده احنا لازم نواجهه ككلنا وأول حاجة أنا يعز عليا إن في برنامج والأستاذ إيهاب موجود وتستضيف الأستاذ مصطفى النجار. مفيش مصطفى النجار ده زياد العليمي. أنا ده كان دورهم إيه في خراب البلد؟ مفيش مصطفى النجار معانا. دكتور دكتور أستاذ زياد العليمي حضرتك. آه زياد العليمي معلش ما هو كلهم هم كلهم حزياد <تضحك> العيلة تبقى النجار وانتوا عارفين الكلام ده احنا دلوقتي بنواجه الارهاب هم كان ليهم دور كبير قوي وايد كبيره في ان هم جابوا لنا اللي احنا فيه ده وان احنا نشوف الدم اللي بينزل وبيتفرق دول كل يوم شباب واحد 21 سنه واتعمل كل ده بسببهم هم وبسبب عصير الليمون فيعز علينا ان برامج محترمه زي البرامج دي قنواتنا المحترمه لو سمحت ما تستفزناش بالناس دي كفايه ان احنا حزنا من امبارح على الناس اللي اتقطعوا اتقطعوا ارجوكم لو سمحتوا بلاش تستفزوا الناس اكتر من كده واما شو شو بالنسبه للانتخابات طب بس إيه استاذه استاذ جرمين استاذ, أستاذ, أستاذ جرمين انا شكرا انا عايز بس اصلح لحضرتك الاستاذ زياد العليمي كان بيصوت ضد مرسي عمره ما كان من قطيع الليمون من عصير الليمون وكان معارض سياسيا قوي جدا ضد الدكتور مصطفى النجار وانا شفت خناقاتهم يعني شخصيا بشكل كان محتد فيه زياده زياده عن اللزوم وهو هيدافع عن نفسه لا انا دلوقتي القضيه بتاعت مكتب الارشاد انا لسه متهم فيها لغايه دلوقتي <applause> <أقول> والاستاذ يعني <تصفيق> <عيامي> <تصفيق> <اللي> آه <applause> يعني. متهم بالهجوم على مكتب الارشاد واستخدام العنف عليه وحرق مكتب <applause> الارشاد واشياء مثل هذا فيعني بس اللي يعني حضرتك بتقوليه مساله مهمه جدا لانه يعني في رموز كده طلعت مصطفى النجار والاستاذ حيدر ذكر اسماء اخرى وحضرتك ذكرتي اسماء ثم يعني عايزين يبقى في بطانيه كده بتغطي كل الناس بسبب ضرب الرموز دي, دي يعني فقول لنا تعليقاتك يا استاذ زياد طيب يعني اولا انا مش مصطفى النجاره اسمي سليمي ثانيا <applause> بالتالي لي مواقفنا خلال فترة قبل حتى ما يحكموا الأخوان وده ثابت في مقالات مكتوبة وفي مؤتمرات كنا بنقول فيها وكلام من ده سواء من التصويت لمرسي أو لأ ثانيا طبعا لا يعني, يعني أنت مش من عصير الليمون أنت ما صوتتش لا أنا لا أنا يعني ده ثابت في مقالات قبل التصويت أن أه؟ أنا مش هصوت أنا مش أه؟ يعني في الأخر بالنسبة لي أنا موقفي كان الاثنين واحد في اللحظة دي أه. و آه لا بس الناس متضايقة بتقول كان المفروض تصوت لشفيق يعني يعني بيتهيأ لي انا صوت لمين او ما من مين ده يعني ان انا لا شايف لا الموضوع لا. ازاي انا كنت شايف انه الاخوان والحزب الوطني هم نفس النظام اه هم ايوه. بيتعاملوا بنفس الطريقه وبالتالي انا بحلم ببلد جديده بلد فيها حريه وبلد فيها ديمقراطيه وبلد فيها عداله اجتماعية كنت شايف ان ولا ده هيجيبها ولا ده هيجيبها ولا ده قال لي ازاي هيجيبها ولا ده قال لي ازاي هيجيبها وبالنسبه لي مش فارق معايا مين اللي بيحكم الا لو احنا عندنا مشكله مع الثوره ولو عندنا مشكله مع الثوره يبقى <applause> مشكلتنا مع 20 مليون او اكتر من 20 مليون نزلوا قالوا نعم للدستور ده وبالتالي يعني المشكله في اللحظه دي مش معايا المشكله مع هذه الثوره وبالتالي اللي مشكلته مع الثوره ينزل يحاسب اللي اكتر من 20 مليون اللي قالوا نعم على دستور بيقول ده ينزل يحاسب آه بس السيد رئيس الجمهوريه اللي بيقول مم. في الامم المتحده انه ثوره آه 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 25 يناير يروح يحاسب وزير الدفاع اللي بيقول انه هذه الثوره هي اللي خلتنا موجودين دلوقتي آه جنب ده انا بتمنى البلد اللي احنا بنحلم بيها يا دكتور ايهاب هي البلد اللي الناس فيها بتشغل عقلها وبتقرر وبتفكر مره واثنين وثلاثه منين الثوره جابت الاخوان ده بيتقال ومنين الاخوان جم بتزوير في انتخابات الرئاسه عشان المجلس العسكري خاف فسلم لهم ال ال الدوله حاجه من الاثنين يا اما الاخوان جم بتزوير الانتخابات والمجلس العسكري سلم لهم البلد يا اما الثوره جابت الاخوان انا اللي اعرفه ان الاخوان جم للحكم في مصر عن طريق انتخابات ما جوش بعد الثوره يعني ما جوش 11 فبراير هم الانتخابات. الانتخابات يعني جم بالانتخابات ماشي يعني جم بس انا عايز عايز اخش اذا عن طريق او او على زي ما بيقول استاذ حيدر عن طريق توجيهات المجلس العسكري فانت ما يعني ما تجيش خوفا من ارهابهم أو بغض كان النظر كان عن حسابات المجلس العسكري برض غض النظر عن حسابات المجلس العسكري ما ينفعش حد يرتكب جريمه وبعدين يتهم الاخرين بيها. ما حدث لو احنا شايفين انه تم تسليم الـ 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 الاخوان السلطه بتزوير انتخابات خوفه من الارهاب يبقى ما ينفعش نتهم الناس اللي ما كانوش في السلطه بده. طيب خليني مم. اقول اقول لا انا, بس أنا عايز بس انقل الحوار اوزن حته معينه بس آه. عشان انا نسيت اعلق عليها وهي ان كتائب القسام وحماس كان لها الدور الرئيسي في ضرب السجون المصريه وجميع اقسام مصر ماشي دي بس دي ده مساله يا مساله الارهاب الاسود يطل برأسه في الجامعات وفي رفح في الشك وفي الزويد يعني يعني سبب ايه؟ يعني انا اعتقد ان انتوا الاثنين متفقين أه طبعًا في ادانه اقتحام السجون وفي ادانه حرق السجون وفي ادانه الارهاب الاسود في الجامعه في رفح وما يتم في رفح وما يتم في, في الاثنين متفقين في, 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 في ده لان انتوا الاثنين عندكم ارضيه الدوله المدنيه الحديثه طبعا لكن انا عايز اقول حاجه انا يبدو لي اذا سمحتوا عشان هما كمان في الاخراج بيقولوا لي ادينا تحليلات اكتر يا دكتور فانا هقول تحليل كده وأنتوا علقوا عليه صح. يعني هناك ما يسمى نظام الدوله القويه م. وهناك نظام الدوله القويه الكف وفي نظام الدوله القويه الفاسد م. وهناك ما يسمى نظام الشريعه الاسلاميه م. وهناك نظام الكف والفاسد نظام الدولة القوية عناصره فكرة الوطنية المصرية دولة قوية تأسيسها إلى آخره دور قوي جدا للأمن والأجهزة السيادية وتحجيم الحريات أو إعطائها بالتدريج ده اللي كان النظام بتاع مبارك يعني وهو يعني يرفع شعار الوطنية المصرية بلا شك يعني ولكن كان تسرب إليه الفساد ودي وال مسائل والمحافظ اجتماعياً ويغازل المحافظه الدينيه. ده تمام. كان نظام مبارك. ده تمام. إيه الناس بقى بتقول احنا هنبدله إيه إيه بنظام الاخوان، كان وقتها فكره الشريعه الاسلاميه وبدل ما إيه يعني يعاد بناء الاجهزه السياديه واجهزه امن الدوله الى اخره، كان في محاوله لاخوانة هذه الاجهزه والاستلاء على نفس مفاصل الجهاز كما هو، لكن الاستلاء عليها لصالحهم. مع استمرار تحجيم الحريات والمحافظه الاجتماعيه والمحافظه الدينيه الصور عندهم او يعني التيار الثالث او القوه الثالثه بتدور حول الديمقراطيه حقوق الانسان الدوله المدنيه الحديثه وبالتالي بدل من تحجيم الحريات تحجيم تدخلات امن الدوله والاجهزه السياديه وربطها بالقانون وتحديث القوانين بحيث توافق القوانين ال الحديثة إلى آخره مع شكل من أشكال التحرر الاجتماعي والحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ الدينية ولكن تطويرها تطوير تطبيقها يعني لكي يلائم الواقع الحالي فدول ثلاث اتجاهات ثلاث اتجاهات لكن أنا في رأيي أن الجماهير اللي خرجت لكي تطالب بإسقاط نظام مبارك لم تكن معنيه بالتحليل القوي ده كانت بس معنيه بالفساد ومعنيه ضد التوريث ومعنيه بالاستفزاز <applause> والمرا... والجماهير اللي خرجت ضد مرسي كانت اكثر عمقا بقى كانت شايفه ان في محاوله لي يعني اللعب في هويه الدوله نفسها وكانت رافضه المساله بقى زهقت من المساله من جذورها اكتر من من نظام مبارك فالسؤال بقى دلوقتي هو انه في اللحظه الحاليه يبدو انه انا وحضرتك وزياد كلنا متفقين على ضروره الحفاظ على الدوله. تمام يعني 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 في وجود ارهاب في سينا في وجود شهداء لنا بيسقطوا فالناس ممكن تكون زي الاستاذ جيرمين بصرف النظر عن اخطائها في في معرفة الفرق بين زياد ومصطفى النجار وأنا <applause> مش آه <applause> هما الاثنين يعني أنا <تصفيق> آه, <applause> آه هما الاثنين مليانين شوية لكن ده محامي وده دكتور <applause> ومصطفى تعرض يعني لهجمات تشويهية جامدة جدا فتم حرق صورته يعني تماما بصرف النظر عن إدانته من عدم إدانته دي مسألة برضو زي ما اتفقنا هيحكم فيها القضاء لكن لكن الوضع الحالي دلوقتي انه الناس فعلا عايزه الاستقرار فما عادتش بقى يعني خلاص يقول اي نظام يجي بس المهم ان يعني الاستقرار الاستقرار والدوله دلوقتي تتاسس لان يعني خطوره ان احنا نفقد الدوله زي ما حصل في ليبيا او زي ما حصل في سوريا, يعني سوريا. زي ما حصل في العراق لكن على فكرة النظام التونسي كان لا يقل استبدادا عن نظام الليبي يعني زين العابدين كان لا يقل استبدادا ولا فسادا وتم الحفاظ على الدولة هناك لأسباب أخرى أسباب متعلقة بالتعليم والعلم والتقدم الاجتماعي وحجم الطبقة الوسطى إلى آخره فقولوا لنا بقى تعالى تصدر يا أستاذ حيدر أولا آآ آآ لابد أن نقدر نقول أن الشعب المصري معظمه ادحك عليه في ظنه ان النظام حكم الاخوان هو اللي هيطلعه وهيعمل للحياة يعني الناس دول منظمين دول وقتشف وقتشف والناس دول اتقياء والناس دول هيطبقوا شرع الله بنفسه ان هؤلاء ليسوا بمسلمون ولكن ولا ينتموا الى الوطن ولا يهمهم مصر بقدر اهميتهم في الخلافه والدوله الاسلاميه وعمالتهم للخارج ولامريكا ولتركيا ولقطر ولمخطط واتكشفوا بعد احداث القتل والارهاب اللي تمت في من وقت الاتحاديه في مديريه امن صمت. القاهره في الدقهليه في, في موت جيشنا في موت عساكرنا في التكفيريه في التكفيريين اللي موجودين كل ده ادى بقى الانطباع ان الشعب ده شعب متدين وسطي مسلم آه ومسيحي طيب آه متاخي مع المسلم لفظ هذه الجماعه وهذا الفكر الاسلامي المتطرف التكفيري التكفيري ولا بد ان نضع لكن لكن تونس ب... الغنوشي لا زال بيطرح بيقول فكر بال... إخواني المعتدل هيغلب وكلام زي ده. ده كلام مش مظبوط وتونس زي زي هم هم عباءه الاخوان من اول سيد قطب لداعش لكتاب القسام لحماس لكلهم هم طالعين من عباءه واحده وهي الاخوان المسلمين ودي كلها هتسقط في وكلها هتسقط باذن الله هتسقط لذلك انا انقل الى الرؤيه المهمه لسيادتك، احنا محتاجين نظام الدوله القويه لمده سنتين ثلاثه. وبعد كده ننتقل الى الدوله الديمقراطيه المدنيه الحديثه حينما يكون في برلمان ومجالس محليه لابد من بتر وبشده وبعنف ومجابهه الارهاب ليس برخوة. ما هو من يستخدم العنف آه. لابد استخدام العنف أقول معه، طبعا لابد. آه أن. أقول, إنه... آه أقول يعني أرجو ألا تقاطعني عشان أكمل أفكاري. آه آه الإرهاب لابد من آه بتره بالعنف وبالقوة وفي آه 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 الأزهر له دور والكنيسة لها دور وأساتذة الجامعة لها دور، آه يمشي في الاتجاه ده، لكن من يطل برأسه فليبتر أيا كان. ولذلك انا طالبت امبارح انا كنت في احد الحلقات في المحور باعلان حاله الطوارئ في الجامعات علشان مجموعه الألترس بتوع الكوره دول اللي اتغيروا لسياسه والما واللي بيمولوا من بعض اللعيبه الكبار واللي بيمولوا من الاخوان ايضا وبداوا 300 400 طالب يبوظوا مصر ويقول لك الشرطه ما تخشش يجيبوا شركه فلكون دي حكومه رخوه هذه حكومه رخوه لا ده الشرطة تخش لأن اللي داخل من بيته يتعلم راح يتعلم مش راح يمسك شمروخ ويمسك بومبا ويعطر ويضرب أستاذ ويكسر عربية أستاذ وده ده ده كاد المعلم أن يكون رسولا إحنا إحنا عايزين إعادة تربية أخلاق بعد خمسة 25 هناك إحنا أخلاقنا انتهت لابد من إعادة تربية الأخلاق ومن هذا لابد من الضرب بيد من حديد لا مظاهرات ولا حقوق إنسان في الدم المصري لمده سنتين فيش حاجه اسمها حقوق انسان فيش حاجه اسمها مظاهرات الكلام ده لما ننهض اقتصاديا لما آآ آآ الحاله الاجتماعيه تتحسن لما نلاقي فرص عمل لما نلاقي زراعه بس, نلاقي بس انا فاهم مظاهرات لكن ليه ما حقوق انسان يعني حقوق الانسان يعني. كلها معظم هذه المنظمات لا انا مش عن منظمات معظمها ولا اغلبها ولا اقليتها اتكلم على المفهوم مم. يعني معظم المنظمات لا لا مفهوم حقوق آه. الانسان سيبك من المنظمات حقوق الانسان لا حقوق الانسان في الحريه والعداله والديمقراطيه للرجل السليم انا معه آه. لكن للارهابي آه. 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 اللي بيشيل شمروخ آه. الطالب اللي بيضرب الطالب يضرب استاذه اللي بيحرق عربيه لا لكن انا مع حقوق الانسان لكل مواطن اه مش كده ومع رجل. ان الارهاب ينحصر في يعني الطوارئ تنحصر في الارهاب والمخدرات بس لكن حريه الصحافه موجوده حريه المواطن حريات الشخصيه الحول الاقتصاديه الحو والاجتماعيه الحقوق الثقافيه المطالبه بحقوقه الصحيه والاجتماعيه الحقوق الفنيه ده كله لكن من يمسك العصا والشمروخ ويزع القنبله في الشجره لا ده عشان تفجر لا يعامل وانا ارجو انه يحل الى محاكم عسكريه مش مدنيه باعتباره ارهابي طبعا والضرب بيد من حديد لا هو من, من, من الحته اللي المهمه قوي اللي في هذا الموضوع لا من, من يحمل حتة من صغيره بس انا طالبت من ستة اشهر بتهجير او استضافه رفح والشيخ زويد والعريش هم عدد سكانهم الف ولابد لان هم الارهابيين دول مستخبين عند العرب ولو العرب بلغ عنه يموته الموضوع زي وده احنا الجيش, الجيش المصري بيحارب ما بيحاربش جيش لو اي جيش هيهزمه محتاجين يعني هم كانهم محتجزين رهائن محتاجين محتاجين قوه تتدرب من القوات المسلحه على عمليات الارهابيه وشغل الخفافيش ده لان الجيش المصري جيش قوي جدا يحارب جيش اخر يهزمه لكن ده بيحارب خفافيش لازم نقفل حدودنا مع غزة خالص منطقة عادلة كان مفيش حد يعدي الأنفاق لازم تتقفل تتقفل اللي يحمل السلاح يضرب بالنار فورا طالما هو مش مرخص ويتعمل منطقة سينا دي يتم فيها تنمية بقى ويتم فيها زراعه ويتم. بعد بعد ما ترجع بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما يعني ديالة. الأول ينسحبوا الأول الأول نجيبهم استضافه بس هم لما تستضيفهم مش ممكن الارهابيين يروحوا معاهم لا, لا هيجوني فاضيين هيجوني فاضيين بجلابيت هيتفتشوا يعني هيتفتشوا طب ما السلاح موجود في مصر هناخده كو... لا السلاح الصعيد يعني وما هيجوا الصعيد يبقى انت حولت الارهاب بس من الشيخ زويد للصعيد لا, لا 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 انا بجيبهم في فنادق بجيبهم في مدن 6 اكتوبر ما المغلقه لمده شهر انا بستضيفهم وبعد كده ادمر واعيد بنائه واعمل له يعني بيت شهر واحد بس يعني. شهر واحد وادي له ارض وادي له ملكيه وادي له زراعه وادي له مصدر رزق لان كلهم مليونيرات بس. ده في وزاره في غزه اسمها وزاره الانفاق اثنين مليار كل يوم بيخش ولسه ما قفلناش كل الانفاق يعني احنا 1200 نفق ده في 2000 كمان نفق كارثة <applause> جدا يعني. آه طيب اظن معانا تليفون ولا خلاص؟ قال <applause> <applause> الاستاذ مكاري من القاهره <applause> انا يا اهلا استاذ مكاري ازيك يا فندم مساء الخير عليكم وعلى ضيوفكم الكرام أنا مع راي الدكتور اللي بيتكلم دلوقتي يا دكتور اه بس حابه اضيف نقطتين مختلفتين تماما اه اللي بيحصل كله دوت في الجامعات الحكوميه المظاهرات ليه ما بيحصلش كده في الجامعات الخاصه؟ امم لا في بعض الجامعات الخاصه حصل فيها برضو كده ما بنشوفش شغب ولا مظاهرات فانا بطالب الامن أنه هو يدخل الجامعه فيش حاجة اسمها... ما فيش حاجه اسمها مفيش حاجه بقى اسمها بره الجامعه ده في اساتذه جامعه بتطلع سلاح اقعد عليهم بر... واحطهم ما عادش الكلام دوت بقى خلاص ما ينفعش اقول انتهى استنى يا استاذ ايوه استاذ النقطة الثانية يا دكتور بقى أنا يعني بعز مصر كلها وبقول كلمة صغيرة كده بقول لها افرحي يا مصر أولادك ما بيموتوش ولا أبطالك ما بينتهوش ومهما حاول الإرهاب يرسم الحزن على الوشوش ربنا موجود وبيرفع الحزن عن الوشوش ويصبح في كل بيت شهيد لا ده بطل أكيد ضحى بحياته وساب اولاده وقال لك فداكي يا نفسي نفسي بس انت ما تضيعيش افرحي يا مصر ولادك ما شكرا شكرا استاذ مكاري شكرا استاذ ربنا يخليك أه، استاذ زياد خلينا نشوف انا شويه يعني مختلف مع ال... مع الكلام اللي اتقال انا رايي انه لا احنا كلنا عايزين دوله قويه م. ماشي بس في فرق كبير جدا بين دوله فيها نظام ضعيف النظام قوي والدوله ضعيفه يعني مصر قبل 25 يناير كان فيها دولة ضعيفة يعني كانت شرطه ما بتقومش بعملها كان اعمال الارهابيه بتحصل كان الفتن الطائفيه بتحصل كان بيتم اضطهاد عدد كبير من الناس كان في ناس بتتحبس وبتتبهدل وبتاع وكلام من بس كان ايه اللي قوي كان وزاره الصحه مش قادره تقدم ال الخدمه الصحيه وزاره التعليم مش قادره تقدم ال ال الخدمه المطلوبه منها بس ايه اللي كان قوي شبكة المصالح بمعنى انه وزارة الداخلية دي اللي ما كانتش قادرة تقاوم الارهاب او قادرة تقاوم الفتن الطائفية كان الباشا بيرفع سماعة التليفون اتخانق مع حد بيتحبس كان وزارة الصحة اللي مش قادرة تقدم خدمات لو حد عنده واسطة هيتعالج كويس كان وزارة التعليم اللي مش قادرة تقدم خدماتها للمواطنين اللي بيعرف حد بيعرف يجيب تعليم كويس لولاده وبالتالي ده الفرق الحقيقي بين ال وده هياخد وقت على ما اتغير يا استاذ ده الفرق بين اللي عايزاه الثوره واللي عايزاه ما قبل الثوره اللي ادى لسوريا وليبيا والعراق سوريا وليبيا والعراق اتفق معاك تمام كل سوريا كل بالظبط سوريا وليبيا والعراق كان فيهم الدوله ضعيفه والنظام قوي مصر قبل 25 يناير كان فيها الدوله ضعيفه والنظام قوي احمد عز مثلا اللي جاي سيرته دلوقتي واللي بيرتب الانتخابات واللي كل ده هذا الشخص لم يكن له منصب في الحكومه انا مش مصدق ان هو بيرتب الانتخابات لا 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 يعني ما علينا يعني, يعني ما علينا انا مش بغض النظر يعني سايما انا مش مصدق في حكايه بغض النظر بغض النظر بغض النظر عن ايه إل يعني إل اللي يعني. بيحصل او ايه إل اللي ما بيحصلش بس انا بقول انه احمد عز ماشي كان اقوى من رئيس الوزراء فيش شك اذا مين اللي قوي هنا النظام ولا الدوله النظام النظام احنا عايزين نتنقل لدولة أقوى بالعدل وبتقديم خدمات للناس <applause> الدولة القوية هي اللي تقدر تقدم لي خدمة صحية حقيقية الدولة القوية هي اللي تقدر تقدم لي خدمة أمنية قوية يعني لما تيجي تتكلم على مصر ماشي انت عندك كراكة اللي بيحفر الشارع دي باربعة مليون اتسرقت وبتوع الطرق طلعوا قالوا ما, ما نعرفش كوبري قصر النيل في عمودين اثريين اتقطعوا واتشالوا في حدائق حلوان ده مبارك مكتب البريد أوه. أوه. لا 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 ده ايام مبارك, مرة أيام مبارك. ومره ايام مبارك ومره ومره ايام المجلس العسكري مكتب بريد حدائق حلوان اتسرق 19 مره أوه. ماشي مره فيهم ده ده بقى كلام في تحقيقات ونفس الناس اللي بيسرقوهم بنفس العربيه وما اتمسكوش لغايه النهارده يعني الموظفين بيقول لك نفس الناس ونفس العربية وبيقولوا ده في التحقيقات وعارفينها وعارفينها ده مرة فيهم راحوا سأقوا لقوا 70 جنيه في مكتب البريد أم رايحين تاني يوم خدوا حاجة 20000 ألف جنيه فأنت بتتكلم على أنهي خدمة أمنية يعني ده سنه وسبعين و70 فما عجبهمش يوم تاني يوم خدوا بقى العشرين بالظبط وبالتالي أنت بتتكلم على هنا هنا أنت بتتكلم على دولة ضعيفة الدولة الضعيفة مش اللي ما بتعذبش الناس كويس مش اللي ما بت ما بتستبدش بالناس كويس، مم. الدوله الضعيفه هي اللي ما بتقدمش خدمه للناس مم. كويس. انا و... وده جزء منه بقى لما تيجي تتكلم يقولك بيقول لك متفق معاك جدا ولما تيجي تتكلم بقى على جزء ال... 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 الامني وحضرتك كنت رئيس لجنه حقوق الانسان في مجلس الشورى واكيد عارف ده. مم. انت عندك 70% من ميزانيه الداخليه رايحه فين؟ للامن السياسي. مم. الامن الجنائي اللي هو الاقسام بالظباط اللي بنتعامل معاهم بتدريباتهم ب بكل بس... بسلاح كل ده كم في الميه من الميزانيه 30% مم. انا كمواطن مش منتفع من الامن السياسي نظام انا كمواطن منتفع. منتفع من الامن الجنائي انا محتاج تدريب للضباط انه ازاي يقدر يجيب اه 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 اعترافات من غير ما يعذب المواطن دي الدوله القويه انا انا اعرف رئيس محكمه استئناف قال لي في اثناء وجودي في مجلس الشورى ان هو قاعد 20 سنه عمره ما شاف رفع بصمات بزا. يعني هي ابتدت حكايه رفع البصمات دي من سنه من سنه ونص سنتين بس وقتها بقى له 20 سنه ما حدش من الظباط بيعرف يرفع بصمات ده مم. ده دوله ضعيفه الدوله القويه هي الدوله العادله مم. هي الدوله اللي ما بتستبدش بالمواطنين مم. هي الدوله اللي بيحكم فيها بين الناس هو القانون طب هي الدوله اللي انا ابقى مطمن ان طالما المواطن ده مش في السجن يبقى اكيد ما عملش حاجه في حياة لكن احنا عندنا مشكله انه النظام فيه قوي والدوله ضعيفه بس ساعات ناس بتبقى في السجن كتير وما عملتش حاجه <applause> ايوه بس <applause> بس على الاقل على الاقل <applause> تمام على الاقل ابقى مطمن انه طالما مواطن بره السجن اذا هو ما ارتكبش جرائم احنا لساس عندنا الاستاذ حيدر بيقول ان النظام سقط لاننا نسير في هذا الاتجاه اللي حضرتك بتقول عليه نسير نسير احنا ماشيين في السكه دي نسير يعني وانت عندك امل في كده آه. طول الوقت عندي امل في ده عندي امل انه في هتيجي لحظه وده مش بجميله اي حد ده بالمواطنين المصريين اللي الوعي, الوعي جزء. اللي احنا شفناه لعني. الوعي اللي احنا شفناه رغم اختلاف الاراء اللي بيتقال م. الناس بتقول كده وناس بتقول كده بس فيه فرق انه في ناس بتناقش طول ما الناس بتناقش وبتشوف حق... لما حضرتك تتكلم على استاذ حيدر بيقول انه كان في فساد مؤسسي ودلوقتي انا معاه كان في فساد مؤسسي ورايي ان دلوقتي الفساد قل لسبب واحد بس الناس بقت بتتكلم بالظبط ماشي مش اي حاجه تانية يعني ما تعملش تغييراتات لم يتم اصلاح بعد يعني ما تعملش تغييرات تشريعيه لا. ولا ولا, ولا حاجه ما تعملش جزء بسيط ما تعملش تغييرات تشريعيه ولا اصلاح مؤسسي بس اللي وقف جزء كبير من الفساد ان اللي, اللي بيشوف فساد بيقول عليه الحريه هتوقف الفساد الديمقراطيه هتوقف الفساد مم. وهتدي دوله قويه وهيبني دوله قويه طب معانا تقرير مم. تاني برضو من مواطنين مصريين يناقشون نفس القضيه آه في عيش وفي حرية وفي كرامة إنسانية وفي عدالة اجتماعية لا قري المسار في التحقيق فيها لكن لسه ما تحققتش كلها قري المسار فيها أما القلع الإرهاب إن شاء الله والبلد تبقى مظبوطة بأمر الله كلها تحقق عدالة عيش حرية كل حاجة أمرها تحقق لا 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 ما فيش كرامة هي هي زي النظام القديم زي رجع زي النظام الجديد والله هو بالنسبه للحريه والعداله الاجتماعيه هي جايه بالتدريج باذن الله يعني اجيب ايش بتاعه بالبطاقه بتاعه التموين والحياه ماشيه كويسة الحمد لله بس احنا مش عايزين نشتغل احنا بعد 30 ستة البلد بقى فيها انتاج بقى فيها قدره على العمل بقى فيها مشروع كويس زي قناه السويس خلانا كلنا اتجهنا وبقينا معاه دعم ابتدى يتشال ويبتدي يتاخد من الاغنياء ويخش على الفقراء في بطاقات تموين دلوقتي بتطلع ببلاش للناس يصرفوا تموين مازال العيش في عيش لكن ما فيش عدالة بعض الوظائف بتعرض للظلم والقهر وغيره انا مستقر دلوقتي وغير الاول خالص بتحس اتحسن مش اتحسن بالنسبه لي انا لسه بنقول يا عم سهل الدنيا تمشي وتبقى كويس يعني بيحاول على قد ما بيقدر السيسي ان هو بينظف بيعمل لكن احنا شايفين في تحسن بصراحه لا في حاجات كتيره برضه لازم فيها محسوبيه وفي حاجات كتيره اتغيرت برضه والله بالنسبه للعداله الاجتماعيه دي ما انا شايف يعني غير موجوده لكن في بعض التحسينات ما نقدرش ننكرها الناس عايزين 100% خلال 3 دقائق وده استحاله يتحقق ده بياخد سنين وبعدين في مجتمعات زي اللي احنا عايشين فيها مش مش بين يوم وليله هتلاقي نفسك فرنسا ولا امريكا يعني. ما فيش حاجه لسه طبعا وقت او مش وقت بس المفروض لما يكون حتى في مجال للحاجه دي انها هتحصل بيبقى في بوادر يعني بيبان لك ان فعلا الدنيا هتتعدل بعد فتره بيبان مش باين. في نظافه في البلد في بس بتبتدي احنا مش هنحكم دلوقتي مش هنجيب واحد نحطه في قلب البلد وفي اسبوع نقول له خلاص البلد اتعدلت لا. طالما في بوادر وبشاير ان هي هتمشي يبقى نستمر معاه عشان المرحله تمشي في وظايف اتفتحت البطاله مشروع اللي عمله بتاع وزير التموين بتوفر لي رغيف العيش بس حاطط لي قدامه 500 عقبه قدامي تاني استمرارا لهذا التقرير معنا ايضا مكالمة من الاستاذ ايمن من الفيوم الو يا استاذ ايمن لا قفل قفل اتفضل يا استاذ حيطة يعني انا بعد هذا التقرير اقدر اقول ان احنا عندنا امل كبير جدا ان احنا حطينا او الرئيس السيسي وحكومته والشعب المصري بقى مم. نتكلم عن الشعب المصري حط ايده على التوجه نحو العدل الاجتماعي مم. والى الديمقراطيه وانا اعتقد ان هناك تحسن ملحوظ بشكل غير عادي في معامله ضباط الشرطه للمواطنين عن الاول بامانه يعني بس في انتهاكات مسجله ضخمه فيه يعني في ما كل قاعده لها ليها ليها, ليها شواذ في انتهاكات ما ما اتطهرتش بالكامل لكن بنسبه 70% النهارده الموقف احسن في معامله المواطن المواطن عارف حقه المواطن بيثور على اي حاجه اه الخراب اللي جالنا احنا بنتلافاه ازاي؟ بنتلافاه في اول حاجات قالها رئيس الوزراء والرئيس قالك قال لك ما فيش بيع للقطاع العام. اللي فاضلين حته الدهن اللي فاضله 112 شركه اللي ما اتباعت كلها في عصر السادات وحسني بس في خطأ عشان شوبير الجديد والصلب الاسبوع لكن... اللي فات بيقولوا احتمال هي... تتباع لا لأ, لا لا لا, لأ, لأ, لا, لا, لأ, لأ, لا, لا ده احنا ده احنا في اخر دوره هنا في مجلس الشعب سيادتك كنت اعتقد معايشنا في هذا الموضوع رصدنا 900 مليون جنيه علشان عجز الخساره اللي في على السلطه، المشروعات العملاقه هنحافظ عليها بدمنا ووقف ال... وقف بيع القطاع العام ده مهم جدا، مقابل هذا برضه لازم نقول ان كان في برضه ايجابيات، يعني في 7000 مصنع اتعملوا في عصر الرئيس مبارك. في خراب تم في تآكل الارض الزراعيه. في خراب تم في عدم اكتفاء مصر من القمح. لكن في ايجابيات في ثوره عمرانيه خطيره وفي مرافق جامده علشان يجي استثمار احنا كنا نعمل مرافق في ثوره تكنولوجيه في التليفونات وفي النت وفي طب انا انا عايز آه. عايز أن يعني, يعني اذن عايز دل اذن بعد ال... يعني اذا 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 ايه في يعني نحن انت بتشوف انجازات كانت نظام مبارك انا ارى انا ارى ان احنا من 30 يوم نسير في اتجاه نسير يعني بنقول كده نسير يعني مبارك ومرسي نسير نسير احنا نسير في, في, في اتجاه صحيح نحو العدل الاجتماعي نحو الديمقراطيه نحو حقوق الانسان لكن مع الارهابيين مفيش حقوق انسان زي ما قال كاميرون في هو بس هي... لا حقوق مع... انسان هو ما قالش كده على فكره بس مع امن بريطانيا العظمى طب بص هو ما قالش كده ما قالش أ... كده واحنا هنثبت الحكايه دي بس هي القضيه كلها أنا ان انا حتى مش المجرم طب طب يا المجرم سلام. يعدم احنا مش حضرتك المجرم مش يعدم ما هي العداله اين العداله اين العداله يا فندم يا فندم اين العداله ايوه العداله في ناس بقى لنا سنتين النهارده قتلوا واتظبطوا وقتلوا جنودنا وقتلوا عساكرنا ولحد النهارده فيش احكام بس, بس انا إيه؟ عايز بس اقول لحضرتك حاجه يعني يعني, يعني العداله الناجزه يعني. العداله الناجزه نطالب بيها إيه 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 ان المجرم ياخذ عقابه وفقا للقانون نطالب به وبسرعه بيه. بما فيه الاعدام نطالب فيش مشكله في هذه اللحظه عندما يكون هناك قتله يعني مش دي قضيه حكم الاعدام ولا مش حكم اشغال الشقه المؤمنة. ولكن لا ينبغي ان يهان حتى المجرم لا ينبغي ان يعذب ولا يغتصب جنسيا يبقى المجرم له حقوق طبعًا. انه لا يغتصب جنسيا في السجن لا 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 انه لا يشتم انه لا يسب ولا يهان دول قاعدين في صالونات لا لا الكلام ده مش موجود دلوقتي مش بالظبط بس روح زور لا 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 انا, أنا بقول لك أصلنا... هذا الموضوع انتهى أصلنا قطعيا بس انا شغلي اليومي <applause> مع المدمنين فاللي لسه جايين من السجون فلسه موجود انتهى جذريا استاذ زياد انا عايز اخش بقى في اخر سؤال اخر سؤال هقول يعني انت هتجاوب والاستاذ حيدر يجاوب علشان نختم الجزء ده من الحلقه هو الـ الـ الارهاب الدنيء ده اللي احنا انا وانت والاستاذ حيدر متفقين على مواجهته يعني ما دوره في بناء يعني ما دور بناء دوله جديده مدنيه حديثه ديمقراطيه فيها عداله اجتماعيه فيها حريه زي ما انا وانت والاستاذ حيدر بنامل في القضاء على هذا الارهاب من جذوره لو حضرتك بتتكلم مثلا جزء من الكلام اللي, اللي على الجامعه مثلا انا كنت بشتغل سياسه في الجامعه <applause> وساعتها لما قعدنا مع دكتور حسام عيسى قلت له ان احنا كنا بنشتغل سياسه في الجامعه واتقبض علينا وهو كان بيشتغل وت... سياسه آه واتقبض علينا واترفدنا واتعمل كل حاجه وده ما وقفش وده وده مش هيوقف ال... ال... الاجراءات الامنيه ما بتوقفش وساعتها اقترحنا اقتراح واضح انه اللي كشف الاخوان ايه؟ الاخوان قعدوا 80 سنه يبدو ان في مشكله بينهم بين الحكم ماشي بس الناس بتأيده، صح مم. اللي كشفهم ايه الديمقراطيه انه يطلعوا يتكلموا فالناس تفهم هما قعدوا معانا قدام التلفزيون وفضحناهم <applause> إيه؟ يبقى بيضطر انه يتكلم في السياسه مم. لان لما يتكلم في اداره الدوله مش حق يعني قال الله وقال الرسول ده في الجامعه بس لما تيجي تتكلم في السياسه قول لي هتعمل ايه وده اللي كشف وده اللي خلى الناس تكتشفهم على حياته ما فيش بديل عن الديمقراطيه لمحاربه الارهاب. الارهاب بيتغذى اقوى امتى ليه؟ اي حد دلوقتي بيتفرج علينا في الصعيد لكن... عارف لكن تطبيق اجراءات صارمه في مواجهه العنف حقول... ده مطلوب طبعا لا ده دوله ده دوله ده, ب... ده ما في يعني انا مش بناقش اصلا الموضوع ده لان اي ا به دوله لازم. هو اللي يرتكب جريمه يتعاقب من اول اللي لو بنتكلم على عداله ناجزه احنا عندنا يعني ناس متهمه في معركه الجمل بقى لها اربع سنين. م. ماشي وعندنا وطلعوا الناس من الجماليه ما اتحاكموش من عند... يعني اكيد استاذ حيدر عارف ما اتحاكموش اصلا وقتلوا مواطنين في الثوره. لا من الجماليه ماشي. ما حدش طلع والله معايا بطايه لا لا الجماليه <applause> <من تصفيق> ما حدش طلع <applause> اتمسكوا اتمسكوا وتسلموا معايا بطايقهم واوريها لحضرتك انا كنت مع الثوره ليه؟ لان احمد عز منعني من دخول فكنت مع الثوره قلب الموقع فخلينا خلينا خلينا نتكلم من لو بنتكلم من لو بنتكلم وموقعة الجمل دي موقعة مختلقه من الاخوان ما علينا ما علينا استاذ دكتور ايهاب وانا كنت موجود احنا كنا شهداء شهود لموقعة الجمل من الشارع يعني فخلينا خلينا بنتكلم بجد لو بنتكلم على دوله بجد دوله قويه عداله ناجزه في مواجهه الجميع يعني الناس اللي اتقتلت في صحيفه يناير وده وده حيدعي الارهاب من يدعى على الإرهاب الاخوان وده يدعي الاخوان اللي قتلوه الاخوان طيب اللي, 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 اللي قتلوه من جم... يوم 25 يناير دل... ال... جمله بقى تختم بيها ال... عشان ال... يدي ال... الوطني لا يعرف يمسك عصايا وبدليل احنا قعدنا ثلاث سنين اهو مع النظام ومع الانتخابات ومع شفيق ومع ومع المشير السيسي لم ننزل بعصا هات لي واحد من من اعضاء اللي كانوا في الحزب الوطني نزل معاه طوبه دي بقى قضية هذا 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 دي قضية في المحاكم يا بقى يا موقعة الجمل يا جماعة, يا جماعة الـ 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 الإخوان آه وكتائب القسام فتح وحماس, فتح وحماس و و والقنابل اللي كانت موجودة في ميدان التحرير آه واللي كانت فوق كده البيوت كده واللي كانت في الـ الـ في دار الكتب واللي كانت فوق في ميدان التحرير واللي كانت في المجاب آه والشقق اللي كانت مؤجرة من الإخوان سبع شقق في ميدان التحرير قولوا الحقيقة بقى وسبع شقق في دار إيه؟ كانوا مأجرينهم للضرب وكانوا بيقتلوا المظاهرات الإخوان الارهابيين وحماس وكتاب القسام والمجرمين انا مش عايز ادافع عنهم بس يعني ماشي مش عايز أيوة. أيوة. احنا وبدليل اهو اه اه كلهم خدوا اه 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 وراء مش, اه مش شوف حضرتك شوف حضرتك مش بتحترف. مش انتوا بتحترموا احكام القضاء اه كل اللي بتقوموا بقاعده الجامعه خدوا وراء طيب انا لان مفيش دليل وانت لسه قايل لي على واحد تاني خد براءه وانت مش يعني لا ده موضوع ده فساد اداري بقى قياس دم وقالوا لا في أدلة يعني فشلت في وزاره الصحه في ادله ضاعت لكن على الموضوع انا فجرت بوازع وطني على الاقل ان انا منعت الشر على المواطن المصري كون بقى ياخد براءه ما ياخدش براءه دي مش قضيه طيب. طيب. انا طيب احنا لا لا لسه إنت خلاص. إنت إنت خلاص أنت خلاص, إنت خلاص. إنت هو بيتكلم عن الديمقراطيه ايوه اختم انت بالديمقراطيه مواجهه الديمقراطيه مع المواطن الشريف مع المواطن المحترم طبعا مع المواطن الذي يمسك عصا مع المواطن الذي لا يمسك الذي الذي هو اتفق في كده احنا الاثنين فأ... متفقين انا مع الديمقراطيه في الجامعات باسلوب جديد يتعمل محاضرات بين وما في اخوان ده شويه لما بلطجيه اللي في الجامعه دول مش اخوان مم. دول التراس ومعيار متاجره اوعى تفتكر دول طلب الطلبه اللي طالع ابوه بيطلعه الجامعه وبيدي له 10 جنيه مصروف مش رايح عشان يتعلم ده رايح عشان يضرب وياخد 200 جنيه من بتوع الالترا هناك اعمل بقى حدد اعمل حلقه نقاش على التلفزيون بين الطلبه المدنيين وطلبة الاخوان ده كلام, كلام هي دي الديمقراطيه لكن الديمقراطيه مش القنابل مش اساتذه الجامعه اللي ثبت في تحقيقات اول امس اساتذه الجامعه بتهرب سلاح لابد من قضاء على اخوانه الدوله في الجامعات وفي الكهرباء وفي الصحه وفي التعليم وفي الاعلام هم غزوا لابد من لا بد من بدرهم لا شك طيب لا شك في ذلك هنختم بقى ب ثواني لحضرتك طيب انتهاء بس انا عايز نتكلم يعني لما نتكلم نتكلم كلام واضح بوقائع لان لو هيبقى الاقاويل ما في اقاويل ان استاذ حضر نفسه متورط في معركه الجبل ماشي وبالتالي الموضوع أحسانش. الموضوع يعني لو في الاقاويل طب انا ما قاطعتش حضرتك والله ما قاطعت حضرتك والله ما قاطعت حضرتك انا كنت فرح فرحت ومعجوش 45 تمام في ماشي يعني... يعني لا بس انا سمعت ما ما استدعيت انا منعت ما استدعيت تمشي السينما في صوره يوليو عادي يعني ان ينزلوا ولا يسمعوا كلام صفوت شريف ولا يسمعوا كلام اي حد من الحزب اللي خرج اللي ضربوا السجون طب انا هكمل هكمل كلامي الاخوان ضربت السجون هكمل كلام. الاخوان ضربت السجون يكمل بس يكمل وضربت يكمل. وطلعت المسجلين من ده التحرير ده انا انا ما حدش ما حدش لا, لا يستطيع عضو او عضو مجلس يعني او عضو يعني. مجلس محلي او عضو مجلس مدينه او عضو في الحزب اتحدى اذا مسكوني واحد بعصايه هو هو ده بالظبط الفرق الفرق ان احنا عايزين نبني بهدوء بلد لا ما هو برضه ما نتهمش بال حضرتك اتهمت مصر يعني كلها طيب. دلوقتي هات واحد انا هات واحد انا هكمل مواطن واحد هكمل في ناس متهمين اه مواطن واحد طيب احنا بس عشان هو دي او توبه حتى سيبه يتكلم بس او توبه حتى سيبه يا استاذ حيدر سيبه يتكلم ما هو اتقوا دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب وانا بقول لك من هنا طيب. مبارك مظلوم في ذنبه طيب. واحنا محتاجين حبيب عدل تاني يحكم هذه يحكم وزارة الداخليه بالظبط هو هو مبارك صحيح. مبارك مبارك بحكم قضائي بحكم قضائي وحبيب العدل عليه حكم وحبيب حكم. العدل بحكم قضائي نهائي دي ناس متورطه في فساد وفي سرقه ماشي لما نيجي لما نيجي الدوله الجديده مش هتتبني بان احنا نعلي صوتنا هتتبني بالديمقراطيه بان احنا نسمع اراء بعض وان احنا نبني دوله فعلا احنا بنحلم بيها مع كلنا مع انا مع واصل مش, مش مهتم مش مهتم خالص مش مهتم خالص ولا بمبارك ولا مرسي لانهم بقوا جزء من الماضي الكريم. مش طبعا. مش هيرجعوا واصل الصديقات والاصدقاء أه نشكركم ونشكر فاينل الكريمين الاستاذ حيدر بغدادي نائب السابق في البرلمان عن مستقلا ثم عن الحزب الوطني لا عن الحزب الوطني سنتين فقط زياد سنتين واستاذ زياد العليمي النائب السابق في البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونبني جسرا نحو وطن خال من هذا الارهاب الخسيس وخال من جذوره الاستبداديه الظلاميه وكل النظم الفاسده التي تفرخ استبدادا والتي تفرخ ارهابا والتي تفرخ فتن طائفيه واحداث طائفيه نحن ننادي بمواجهه المجرمين وننادي بحقوق انسان لكل انسان يستحق هذه الحقوق ونبني جسرا جديدا الاسبوع القادم ان شاء الله